being recorded. السلام عليكم يا باشمهندسين، ممكن أتأكد إذا كان الصوت واصل ولا لأ؟ ممكن لو حد سمعني يكتب في الشات 5 أو 6، تمام، والصورة كمان. كويس كويس جميل. طيب إحنا دقيقة واحدة وننطلق، أنا بس بجهز البرودكاست. طيب تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في محاضرة من المحاضرات الذهبية إن صح القول لدكتور محمد سليم العوة، يشرفنا فيها كل فترة، يطل علينا بطلاته البهية ويمتعنا بلغته العربية التي يعني اللي بتحسس الواحد قد إيه هو مؤثر في العربي. بصراحة أنا واحد من الناس يعني بحس إن أنا أعجمي بعد ما بسمع دكتور محمد سليم. أنا مش هطول عليكم، المحاضرة جزء من كورس أربكس 04 عن القضايا التحكيمية وكيفية صياغة وصناعة حكم التحكيم. دكتور محمد معانا النهاردة في محاضرة بعنوان عن صناعة حكم التحكيم، ودي هتبقى مقدمة لمجموعة من المحاضرات يكمل فيها دكتور مريم العوة معانا إن شاء الله من بعد العيد، في 4 أو 5 محاضرات لدكتورة مريم العوة عن محكمة النقد وموقفها أو تعليقها على أو أحكامها على قضايا التحكيم التي رفعت بعد ذلك لمحكمة النقد، وكان حكمها النهائي أو موقفها النهائي إيه. أنا مش هطول أكتر من كده، أنا بس برحب بالزملاء المهندسين اللي على زوم وعلى لينكد إن وعلى الفيسبوك، وأسيبكم تستمتعوا مع دكتور محمد سليم العوة. ولمن سيسأل عن صلاة المغرب إن شاء الله يبقى في بريك الساعة 7:15 أو 7:30 حسب ما دكتور محمد يقرر، عشان كلنا نصلي بإذن الله. وعلى الصائمين مراعاة فروق التوقيت والاستعداد بالتمرات، لأن احنا مش هنوقف وقت الفطار عشان ما حدش يرفع يده ولا جعان. تفضل يا دكتور. شكرا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعبر عن سعادتي الغامرة بلقاء الإخوة في هذا البرنامج، وأتمنى أن يكون كسائر البرامج السابقة وإن شاء الله اللاحقة برنامجا ناجحا مفيدا للمشاركين فيه، محاضرين ومستمعين ومناقشين ومنظمين، يكون مفيدا لهم جميعا. موضوع محاضرة الليلة عنوانها صناعة حكم التحكيم. نسمع ونقرأ، نسمع من المحاضرين في التحكيم ونقرأ في كتب التحكيم والبحوث المتعلقة به تعبيرين معتادين: صياغة حكم التحكيم وكتابة حكم التحكيم. وبعض المشتغلين بالدرس التحكيمي يرون أن الصياغة أمر والكتابة أمر آخر، لكنهما في النهاية سواء قلنا صياغة حكم التحكيم أم قلنا كتابة حكم التحكيم، ليس أي من هذين التعبيرين إلا نتيجة خاتمة لعملية طويلة معقدة، هي عملية صناعة الحكم التي يكون منتجها النهائي الورقة القابلة للتنفيذ التي يحصل بها أحد الطرفين على حقه وتنهي النزاع الذي كان قائما أمام هيئة التحكيم. المرحلة الأخيرة من مراحل الصناعة هي مرحلة كتابة الحكم، المرحلة الأخيرة من مرحلة التحكيم كله، من مرحلة صنعة التحكيم كله، هي صنعة الحكم. لكن هذه المرحلة الأخيرة نصل إليها بعد أن نمر بمراحل كثيرة جدا، تبدأ من تقديم طلب التحكيم وتنتهي العملية التحكيمية كلها بتقديم هيئة التحكيم ورقة قابلة للتنفيذ فيها الحكم الفاصل في النزاع بين الطرفين. الذين يدرسون الصناعة بوجه عام
يقولون إن كل صناعة تؤدي إلى منتج، وصناعة التحكيم تؤدي إلى منتج هو حكم التحكيم. هل يمكن أن نكون أن نقول صناعة التحكيم أو صناعة حكم التحكيم؟ نعم يمكن، لأن أهل الصناعة يقولون إن لكل منتج أو خدمة تنتجها الصناعة، أي صناعة كانت، لا بد لها من مواد أولية ومن نفقات رأسمالية ومن جهد بدني أو عملي يتم القيام به ومن نتيجة أو منتج تحصل عليه. يقولون قد يكون هذا المنتج، وده أنا بتكلم بلغة الصناعيين نقلا من موسوعة متعلقة أو أوردت هذا التعريف، يقولون إن المنتج في لغة الصناعة قد يكون ثوبا من قماش أو ثلاجة أو سيارة أو طائرة أو استشارة قانونية. وأنا أقول وتستطيع يقينا بعدما أدرجوا الاستشارة القانونية ضمن الصنائع، تستطيع يقينا أن تضيف أو حكما قضائيا، سواء كان هذا الحكم صادرا من محكمة من محاكم الدولة أو كان صادرا من هيئة تحكيمية، مما سنأتي إلى على ذكرها قريبا جدا. لبحث مسألة صناعة حكم التحكيم أعدت هذه الورقة. كل صناعة كما يقول أهل الصناعة أيضا تتوقف على مدخلات الإنتاج التي تتنوع ما بين موارد طبيعية ورأس مال ويد عاملة وإدارة لهذا كله، وتقنية تستخدمها هذه الصناعة للوصول إلى المنتج الذي تقدمه إلى الناس. هل في صناعة حكم التحكيم مثل هذه المدخلات؟ هل فيها مثل هذه المدخلات؟ هل فيها موارد طبيعية ورأس مال ويد عاملة وإدارة وتقنية؟ أم ليس فيها وهذا مجرد محاولة للمحاكاة يقوم بها أحد المشتغلين بالتحكيم يقول والله يا ريت لو يقدر يعني كويس أنا مش سامع حاجة خالص. نعم؟ عفوا يا دكتور، ده الصوت كان بيشتغل عند المهندس ماجد، اتفضل. لكن هو ماجد بيقول انه ما سمعش حاجه خالص، انا يعني مستعد اعيد لك يا ماجد بس الناس هيزعلوا منك. لا والله الله يكرمك يا فندم، انا اصلا عاوز اتعلم بصراحه. الله يخليك. فمهتم جدا ان اسمع الكلام ده، فللاسف الصوت ما اعرفش المشكله عندنا في التجمع ولا المشكله في حته تانية. التجمع هو تجمع المشكلات، عندنا مشكله في الصرف الصحي وعندنا مشكله في المرور وعندنا مشكله في التليفونات والانترنت وعندنا مشكله في البني ادمين الذين يسكنون في التجمع ايضا. فإن شاء الله ما نكونش لا أنا ولا أنت من أهل المشكلات يعني. آمين يا رب. طيب نعود فنقول إنه استعرت من أهل الصناعة التعبير الذي يقولونه عن صناعاتهم من أن كل صناعة تحتاج حاجة لا تتوقف، حاجة لا نهاية لها، إلى مدخلات الإنتاج. وهذه المدخلات تتنوع بين موارد طبيعية ورأس مال نقد يدفع ويد عاملة تقوم بالعمل وإدارة تنسق بين المواد الأولية والقائمين بالعمل فيها حتى يؤدوا عملهم كما ينبغي، وتقنية تكنولوجي تستطيع أن تخدم هذه الصناعة في المواطن التي تحتاج فيها إلى مثل هذا. حكم التحكيم من حيث إنه صناعة لا يختلف في احتياجه إلى هذه العناصر عن غيره من الصناعة. غاية ما في الأمر أن هذه العناصر تختلف من صناعة إلى أخرى. هذه العناصر تسمى بالأسماء نفسها، تسمى موارد طبيعية وتسمى رأس مال وتسمى يد عاملة وتسمى إدارة وتسمى تقنية في حكم التحكيم، كما تسمى كذلك في سائر الصناعات الأخرى، لكن الطبيعة الخاصة بكل عنصر من هذه العناصر تختلف، كما هي مختلفة في صناعة القماش عن صناعة المأكولات، عن صناعة الألبان والأجبان، عن صناعة الطائرات والسيارات، هي أيضا مختلفة في صناعة حكم التحكيم عن سائر الصناعات الأخرى. إذا أردنا أن نحلل هذه العناصر الخمس التي تحتاجها صناعة حكم التحكيم، نبدأ فنقول ما هي الموارد الطبيعية التي تحتاجها صناعة حكم التحكيم. أول مورد من الموارد الطبيعية التي تحتاجها هذه الصناعة هو الاتفاق الذي يبرمه الأطراف ليلجأوا بناء عليه إلى التحكيم، لأن التحكيم عمل إرادي، ليس هناك قانون يلزمك أن تلجأ إلى التحكيم. والمحكمة الدستورية العليا في مصر جزاها الله خيرا حكمت مرات عديدة ببطلان شرط التحكيم الإجباري، شرط التحكيم الذي يمنع الإنسان من اللجوء إلى أي جهة لفض النزاع إلا هيئة التحكيم. حكمت المحكمة الدستورية العليا عدة مرات بأن هذا الشرط
باطل دستوريا، لأنه يحرم الإنسان من حقه في الاختيار بين القضاء العادي قضاء الدولة وبين القضاء التحكيمي الذي له خصائصه المميزة له. فأول عنصر من الموارد الطبيعية هو الاتفاق على التحكيم، يبرمه الأطراف فيلجأون بمقتضاه إلى هيئة تحكيمية لكي تفصل في النزاع القائم بينهم. ثم يقدم الأطراف وقائع النزاع القائم بينهم. المحتكم يقول أنا أديت للمحتكم ضده كذا وكذا وكذا، وكنت أستحق مقابلا لذلك مقدار كذا من المال، لم يعطيني إلا نصفه أو ربعه، أو أضاف إلي أعمالا جديدة ولم يحاسبني عليها، والمحتكم ضده يقول أبدا ده العقد الأصلي يشمل هذه الأعمال الجديدة وأنا دفعت له ما استحقه وزيادة وعندي أدلة. والمحتكم طبعا كان يقول عندي أدلة، وهذا يقدم أدلته وذاك يقدم أدلته. هذا هو العنصر الثالث. قلنا أول عنصر هو الاتفاق، ثاني عنصر هو النزاع، ثالث عنصر هو الأدلة والمستندات والوقائع والدفاع، الدفاع الشفهي والمكتوب الذي يقدمه كل من طرفي أو كل طرف من أطراف التحكيم. وإذا اقتضى الأمر أن نسمع شهوداً في هيئة التحكيم نسمع شهوداً، ويكون كلام الشهود أو شهادات الشهود جزءاً من الموارد الطبيعية بين يدي هيئة التحكيم التي تصنع منها حكمها. فإذا انتقلنا إلى العنصر الثاني وهو رأس المال، هل التحكيم يحتاج إلى عنصر رأس مال كما تحتاج الصناعات الأخرى؟ طبعا التحكيم يحتاج أولا المقابل الذي يتحمله كل طرف. عندما تتقدم بطلب التحكيم تؤدي أمانة، سواء كان ذلك في تحكيم مؤسسي أو كان في تحكيم من التحكيمات الحرة اللي يسموها بالإنجليزي أد هوك، يجب أن تؤدى أمانة مع التقدم بطلب التحكيم، أمانة تحت حساب مصروفات التحكيم. ثم يتقدم خصمك بالرد على طلب التحكيم ويستكمل قيمة الأمانة التي حددتها الهيئة أو التي تحددها لوائح المؤسسة التحكيمية إذا كنا في تحكيم مؤسسي. عادة يدفع المحتكم نصف هذه الأمانة والمحتكم ضده النصف الثاني. عندما يحدث نزاع وكثيرا ما يحدث يقول المحتكم ضده أنا ما رحتش التحكيم، أنا لا أريد أن أذهب إلى المحكمين، أنا لن أدفع نصيبي في هذه الأمانة. فيجري أحد أمرين، إما أن يتوقف التحكيم ويسترد المحتكم ما دفعه، وإما أن يسدد المحتكم نصيب المحتكم ضده محتفظا بحقه في أن يشمل الحكم التحكيمي حقه في استرداد هذا الجزء من المصروفات الذي يسمى أمانة التحكيم الذي دفعه أول الأمر. ثم إذا تحمل الطرفان يحكم لأحدهما حسب من يكسب الدعوة ومن يخسرها، إذا تحمل أحدهما إما أن يحكم له وإما أن يحكم عليه حسب النتيجة التي ينتهي إليها حكم هيئة التحكيم. ثم هيئة التحكيم تحتاج إلى مصروفات، هي نفسها تحتاج إلى مقر تمارس فيه التحكيم. فإن كنا في مركز من مراكز التحكيم فلهذا المركز رسوم يسدده الطرفان بالطريقة التي ذكرتها، وإن كنا في تحكيم حر أد هوك فإن المكان الذي يتفق على أن يكون التحكيم فيه مقر يؤجر للأعمال الإدارية، مكتب محام من المحامين المشاركين في التحكيم، مكتب أحد أعضاء التحكيم أو مكتب رئيسها وهذا هو الغالب. هذا المقر يحتاج إلى مصروفات للتحكيم، فيه ورق وفيه طباعة وفيه سكرتارية وفيه قهوة وشاي وما إلى ذلك يقدم، وأحيانا يحتاج يقدموا غداء أو يقدموا يعني شيء يسد الرمق إلى أن يأتي وقت الغداء. فكل هذه المصروفات من الذي يتحملها؟ يتحملها طرفا التحكيم إما على قدم المساواة ابتداء وإما حسب ما تحكم هيئة التحكيم في شأن المصروفات والتكاليف في نهاية حكمها. كذلك يحتاج المقر أو تحتاج العملية التحكيمية إلى مساعدة إدارية اللي بنسميها سكرتارية هيئة التحكيم أو أمانة سر هيئة التحكيم. أمانة سر هيئة التحكيم ده رجل أو امرأة أو أكثر من رجل وامرأة يقوم أو يقومون بعملية تحرير المحاضر، ترتيب المستندات، إبلاغ القرارات، تجهيز مقر الاجتماع. هذه العملية كلها عملية من عمليات سكرتارية المتقدمة جدا التي يجب أن تكون متوفرة لهيئة التحكيم حتى تستطيع أن تؤدي عملها. يدخل في ذلك
أتعاب المحكمين والخبراء، يدخل في عنصر رأس المال أتعاب المحكمين والخبراء. ذلك أن قاضي الدولة يتقاضى مرتبه من الدولة ولا يتقاضى من المتقاضين شيئا، وإذا أخذ من المتقاضين شيئا تبقى جريمة رشوة، جناية رشوة تعمل له هو ومن دفع له مشكلة جنائية كبيرة. لكن المحكم لن يعمل مجانا، لا يوجد محكم في نظم التحكيم في العالم هيعمل بغير مقابل. مقابل عمل المحكم يسمى أتعاب التحكيم. أتعاب التحكيم جزء منها يذهب إلى رئيس الهيئة، وجزء يذهب إلى كل من العضوين أو الأعضاء إذا كانت الهيئة خماسية أو سباعية. كيف يقسم هذا؟ يقسم عادة بقرار الهيئة. غالب الأمر أن الهيئات توزع نسبة 60% إلى أو نسبة 40% لرئيس هيئة التحكيم و30 و30 لكل من العضوين. إذا تعدد المحكمون فكانوا أكثر من 3 يجري التوزيع بطريقة تناسب عددهم، لكن عادة يميز رئيس هيئة التحكيم في ما يتقاضاه من أتعاب، لأنه عليه عبء إدارة الجلسات وعليه عبء صياغة القرارات سواء كانت قرارات إدارية أو قرارات قضائية، وعليه عبء كتابة الحكم أو مراجعته كما سيأتي معنا الآن في مسألة الكتابة. هذه الأعباء لرئيس الهيئة كلها تجعل تمييزه في الأجر الذي يحصل عليه المحكمون أو الأتعاب التي يحصل عليها المحكمون تمييزا مقبولا. لكن وهذا يحدث، وقد شاركت في التحكيم صنع ذلك رؤساؤها، يحدث أن يقول رئيس التحكيم أنا لم أفعل شيئا أكثر مما فعلتماه لعضوي التحكيم، وبالتالي تنقسم أو تقسم أتعاب المحكمين بالتساوي بين المحكمين 3. هذا ليس كثير الحدوث لكنه ليس نادرا، هذا يقع بين الندرة وبين الكثرة، هو أمر وسط يحدث في أحيان غير قليلة ولكنه لا يحدث كثيرا جدا، ولذلك نقول هو بين الندرة والكثرة. المعتاد أنه المصروفات تضم أيضا ما قد يتكبده الشهود من نفقات. أنا عايز شاهد يشهد في قضيتي التحكيمية من الولايات المتحدة الأمريكية أو من المملكة العربية السعودية أو من القاهرة والتحكيم في دبي، من الذي يدفع نفقات سفر الشاهد؟ من الذي يدفع نفقات إقامة الشاهد في الفندق الذي يقيم فيه؟ من الذي يدفع وجباته في الأيام التي تحتجز فيها الهيئة ليدلي بشهادته؟ هذا كله مما تتحمله مما يتحمله الأطراف، الأطراف في التحكيم، المدعي والمدعى عليه أو المحتكم والمحتكم ضده، ثم يتحملونه ابتداء بالتساوي، ده يدفع النصف وهذا يدفع النصف وهذا يدفع النصف، ثم تقضي هيئة التحكيم في حكمها النهائي بمن يتحمل كل المصروفات أو بعضها على حسب ما ترى في حكمها، وسنأتي إلى تفصيل ذلك قريب. طيب، هيئة التحكيم يجوز أن تلزم خاسر الدعوة، وده الأصل، أن تلزم خاسر الدعوة بالمصروفات كلها، لكن أحياناً ودي أحيان كثيرة هيئة التحكيم تلزم خاسر الدعوة بنصيب وكاسب الدعوة بنصيب آخر. وطبقاً لقانون المرافعات المصري الذي تطبق نصوصه فيما يتعلق بالمصروفات والأتعاب على القضايا التحكيمية، لأن قانون التحكيم رقم 27 سنة 94 خلى من نصوص تنظم مسألة الأتعاب والمصروفات، فنطبق عادة النصوص الواردة في المواد 184 و85 و86 من قانون المرافعات. وهذه النصوص لطيفة، تقول إنه هيئة التحكيم، هيئة المحكمة، وطبعا ينطبق هذا على التحكيم، المحكمة تحكم على الخاسر بمصروفات الدعوة اللي احنا هنا بنسميها مصروفات التحكيم، ويجوز أن تحكم ببعضها على هذا الطرف وببعضها على الطرف الآخر، بل يجوز أن تحكم بالمصروفات كلها على من كسب دعواه. ليه؟ لأنه قد يكون هو السبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيه، قد يكون حجب عن خصمه المستندات الدالة على حقه، هو حق المحتكم في أن يتقاضى من خصمه ما يطلبه، ولو كان أطلع خصمه على هذه المستندات كان خصمه سلم له بالطلبات. يتحمل كاسب الدعوة كل المصروفات إذا سلم له الخصم الآخر بالطلبات من أول جلسة، قال نعم اللي أنت بتطلبه مني ده عندي، لو بعت لي جواب كنت بعت لك اللي أنت عايز
انما انت جرجرتنا لهيئه التحكيم وخلتنا ندفع مصروفات ونجيب محامين، فعندئذ تقول هيئه التحكيم نعم انت ايها الكاسب للدعوه عليك ان تتحمل خساره مصروفات التحكيم واتعب. هذا كله منصوص عليه في المواد 184 و85 و86 من قانون المرافعات المصري. اما القانون 27 سنه 94 قانون التحكيم فقد خلا من نصوص تنظم هذا الامر. وليس هذا بدعا من العمل في مصر، فإن معظم قوانين التحكيم الحديثة إن لم تكن كلها قد خلت من تحديد كيفية توزيع المصروفات على الطرفين أو إلزام أي طرف أي من الطرفين بها، ويرجع دائما لذلك في كل بلد إلى قانون المرافعات الذي يحكم الإجراءات القضائية فيها. وعندما أقول في كل بلد أعني في كل مقر للتحكيم، مش في كل مدينة، مش كل مدينة عندها قانون مرافعات. في مصر مثلا، مصر عندنا مئات المدن وده قانون مرافعات واحد، كذلك قل في بريطانيا، كذلك في السعودية، كل دولة فيها قانون مرافعات واحد هو الذي نرجع إليه في مسألة المصروف. طيب، عنصر رأس المال يدخل فيه شيء مهم جدا ينبغي أن أؤكد عليه هنا بصفتي محاميا، يدخل فيه أتعاب المحكمين، أتعاب المحامين. المحامون لا يعملون مجانا إلا قليلا منهم، وعندما تطلب من المحامي أن يمثلك في التحكيم يطلب منك أتعابا، وهذه الأتعاب يقدرها المحامي وحده، لا يدخل في تقديرها شيء. واحد أتعابه جنيه وواحد أتعابه مليون جنيه، والأمر متروك لتقدير المحامي وحريته. أنت تدفع أتعاب محاميك والطرف الآخر يدفع أتعاب محاميه، لكن هناك تصفية نهائية لقيمة هذه الأتعاب مع الحكم النهائي للتحكيم، لأن كل طرف عند نهاية التحكيم يتقدم إلى الهيئة بناء على أمر منها، أمر إجرائي منها، أو بناء على طلبه هو، بقائمة تشمل بيان المصروفات التي أنفقها في هذا التحكيم، ومن بينها طبعا أتعاب المحامي. وهيئة التحكيم عادة تدرج هذه المصروفات اللي هي أتعاب المحامين ضمن النفقات الكاملة للتحكيم، وتحكم بتقسيمها بالطريقة من الطرق المنصوص عليها في قانون المرافعات. وليس غريبا أن تطلب هيئة التحكيم نفسها في نهاية إجراءات المرافعة من كل طرف أن يتقدم مثلا في خلال أسبوعين، في خلال شهر، تقول على كل من الطرفين التقدم ببيان شامل لجميع المصروفات والنفقات التي تكبدها في التحكيم، ويكون أمامها مطالبة من كل طرف بهذه النفقات. هذا دفع 100,000 جنيه وهذا دفع 130,000 جنيه، وتدخل الهيئة هذين المبلغين ضمن تكلفة التحكيم التي تقضي بها في حكمها النهائي، تقضي بإلزام أحد الطرفين أو بتقسيمها بينهم. طيب، ليس المحامون فقط، ولكن أيضا يحدث في التحكيمات بكثرة بالغة أن يحتاج الأمر إلى خبير. الخبير إما أن تأمر هيئة التحكيم بإحالة الدعوة إلى خبير، ولكي أطمئنكم في شأن هذه المسألة، هيئة التحكيم لا تختار الخبير من تلقاء نفسه، ولا تستطيع أن تحيل إلى مكتب خبراء وزارة العدل. وما تعمل إيه؟ هي تطلب من كل من الطرفين أن يسمي خبيراً أو أكثر في الموضوع محل النزاع، وتعرض عليهم الأسماء بالترتيب الذي تراه هي. تقول أنا تفضيلي علي ثم محمد ثم جورج، هؤلاء هم الخبراء الذين قدمتم أسماءهم وهذا هو طريق. فيتفق الطرفان على جورج. لا تستطيع التحكيم إذا اتفق الطرفان على جورج أن تقول لا، ده محمد أكثر منه خبرة أو أقدم منه في مجال، هذا ليس من شأنها. بدأ اتفق طرفا التحكيم على خبير بعينه يجب تعيين. إذا لم يتفق تعين الهيئة من تلقاء نفسها بناء على المشاورة معهما واتضاح الصورة في هذه المشاورة الخبير أو الجهة التي تعهدوا إليها بالخبر. طيب، في مصر وفي بلاد كثيرة شيء اسمه مكتب خبراء وزارة العدل أو إدارة الخبراء بوزارة العدل. هل يجوز هيئة التحكيم أن تحيل إليها؟ يجوز هيئة التحكيم أن تحيل إليها باتفاق الأطراف أو بغير اتفاق الأطراف، وعندئذ تلزم الطرفين إما بسداد قيمة الأتعاب التي تحددها جهة الخبرة الحكومية مناصفة، أو تلزم بها الطرف الذي ستلزمه بمصروفات التحكيم وأتعابه في النهاية. لكن الخبرة لا تبدأ إلا بأمانة، هذه الأمانة تلزم بها هيئة التحكيم إما الطلب
طالب الخبرة، طرف طالب الخبرة، وإما الطرفين معا مناصفة بينهما. ولم أرى في حياتي التحكيمية غير القصيرة من امتنع عن سداد أتعاب الخبراء حتى لو لم يكن هو الذي طلبها، لأنه في النهاية تقرير الخبرة تقرير مفيد للأطراف كلها، شخص محايد بيبحث موضوع النزاع. أما إذا كانت الخبرة وسيلة دفاع، أنا الخبرة قد أطلبها من هيئة التحكيم وقد تقررها هيئة التحكيم بنفسها، وقد تكون وسيلة دفاع. أنا أتقدم ضمن أوراقي ومستنداتي بتقرير خبير يقول إنه صاحب المشروع قام بكذا وكذا وكذا ولم يقصر في واجباته، أو المقاول أو المهندس المشرف يتقدم بتقرير خبير يقول إنه المقاول أو المهندس المشرف قام بواجباته كيت 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 ولم يقصر في أعماله. هذا التقرير الذي يقدمه أنا إذا كنت محتكما، أو يقدمه خصمي إذا كان محتكما ضده، هذا وسيلة من وسائل الدفاع، وليست هذه هي الخبرة المعنية عندما نقول الإحالة للخبير. الإحالة للخبير بقرار هيئة التحكيم أو بقرار المحكمة، أما هنا فهذا الاستعانة بخبير. يجب أن نفرق بين الإحالة إلى الخبرة والاستعانة بالخبرة. الإحالة إلى الخبرة قرار الهيئة أو الجهة التي تقضي في النزاع وتفصل فيه. الاستعانة بالخبرة قرار الطرف الذي يظن أن تقرير الخبرة سيؤدي إلى تحقيق مصلحته في هذا النزاع، وعندئذ هو الذي يتحمل الأتعاب أو المصروفات التي يحتاج إليها الخبير، قد يطالب بها في النهاية وقد تقضي له المحكمة بها أو ببعضها، هيئة التحكيم يعني بها أو ببعضها. على فكرة لما أقول محكمة من باب سبق اللسان هذا ليس خطأ، لأننا نسميها هيئة التحكيم نسميها أيضا محكمة التحكيم، وفي قوانين كثيرة استعملت تعبير محكمة التحكيم، وفي الفقه مؤلفات كثيرة تستعمل تعبير محكمة التحكيم، فلا ينزعج أحد إذا قال المحاضر محكمة التحكيم، لأنها هي محكمة التحكيم، لكنها ليست محكمة عينتها الدولة، هي محكمة جاء بها الأطراف وأجلسوها مجلس الحكم وقدموا إليها ما يعينها على الفصل في النزاع. فهذه الهيئة أو هذه المحكمة تقضي في النهاية على من تقدر تحمله مصاريف الخبرة، حتى لو كانت الخبرة وسيلة دفاع ولم تكن أمرا طلبته التحكيم بنفسه. يأتي بعد ذلك عنصر العمل. عنصر العمل لا جدال في توافره في صناعة حكم التحكيم، وهو يبدأ بالجهد الذي تبذله هيئة التحكيم في دراسة أوراق الدعوة وحضور الجلسات ومناقشة الأطراف والشهود وكتابة محاضر الجلسات وإصدار القرارات الإدارية أو قرارات المرافعات الخاصة بالمواعيد وتنظيمها، ثم إصدار القرارات المتعلقة بالكيفية التي يقدم بها الدفاع، يقدم شفهياً، يقدم مكتوباً، يقدم من 3 نسخ، يقدم من 5 نسخ، يقدم في مقر مركز التحكيم، يقدم إلى كل محكم في مكتبه أو مقره. هذه كلها خيارات مفتوحة لهيئة التحكيم تقررها، وتقريرها يقتضي جهداً هو جزء من العمل الذي تقوم به هذه الهيئة. ثم الحال التي تقدم عليها المستندات، كيف تقدم؟ تقدم من أصل، تقدم من صور معتمدة، تقدم من صور عرفية، الهيئة لا يهمها أن تكون صور معتمدة، تقدم في صورة من نسخة واحدة، من نسخ بعدد أفراد الهيئة، من نسخ أكثر من ذلك، كل هذا مفتوح ومتاح، ولا تتخذ الهيئة فيه قرارا إلا بعد مناقشات مستفيضة لكي تصل إلى أيسر الطرق على الطرفين وليس على طرف واحد، وأحسن الطرق لوصول المستندات إليها حتى تستطيع أن تطالعها وتدرسها قبل الجلسة المحددة للمرافعة الشفهية. ثم تستمع الهيئة إلى مرافعة شفهية من محامين الطرفين، وهذا من أصعب الأوقات، لأنه ليس كل محام قادرا على أن يلخص نقاط دفاعه وأسسه القانونية والواقعية في عبارات موجزة لا تزيد لنقل عن نصف ساعة. بعض المحامين يأخذ في المرافعات أمام هيئة التحكيم ساعة وساعة ونصف، وهذا أمر مزعج، مزعج لهيئة التحكيم ومزعج لمحامي الخصم ومزعج للخصم نفسه. أول حاجة مزعج للخصم، ليه؟ لأن الخصم ما يعرفش حاجة عن القانون، فكل ما يلاقي كلام طويل قال يقول يا نهار أبيض ده أنا هيتحكم ضدي أكيد، ده محامي متكلم ساعتين. وبعدين يجي محامي يكون من الناس المحترمين جدا مثل أستاذنا المرحوم علي عبد الرحيم، ف
فيقول في المرافعة الشفهية خمس كلمات، ويقدم في المذكرة المكتوبة صفحتين أو صفحتين ونصف الصفحة، ويكتفي بهذا القدر. ثم يصدر الحكم لصالح الذي لم يتكلم إلا نزرا يسيرا من الكلمات، ولم يكتب إلا عددا قليلا من الصفحات. لماذا؟ لأنه عرف موطن النزاع وقصده بدفاعه، وأعد فيه حججه الواقعية والقانونية إعدادا سهلا يسر على هيئة التحكيم أن تفهمه وتتبع. أما زميله الآخر المكثر في الكلام فإنه تكلم كثيرا لأنه لم يعرف أين مقاطع النزاع، وكتب كثيرا لأنه لم يعرف أين وجوه الدفاع التي يجب أن يقدمها إلى الهيئة، فحشد أمام الهيئة كل ما سمع عنه من أوجه الدفاع ومن الوقائع التي عرفها عن القضية ومن الوقائع التي عرفها في قضايا أخرى أيضا، وترك الهيئة في حيص بيس كما يقول العرب، مش عارفة تطلع من الورق الذي قدم إليها كيف تخرج منه بنتيجة. فليس من الكفاءة أن تكون المرافعة طويلة أمام هيئة التحكيم على فكرة ولا أمام المحكمة، ولكن الكفاءة أن تتناول نقاط النزاع بأيسر عبارة وأقصرها بحيث تصل إلى عقل هيئة التحكيم أو عقل القضاء وتقنعهم بما تقول دون أن يبذلوا جهدا فوق طاقة. القسم الأكبر هذا الذي ذكرته كله يبدأ من تقديم طلب التحكيم والرد عليه والتعقيب والتعليق إلى آخره، لكن الجزء الأكبر من عنصر العمل في قضايا التحكيم هو الذي يسمى بالمداولة. المداولة هي أشق وأصعب جزء من الأجزاء التي تمر على هيئة التحكيم في أثناء صناعتها الحكم التحكيم. لماذا أقول هذا؟ أنا عندي قهوة، تسمحوا لي أشرب شفطة من رشفة من هذه القهوة. والله قهوة جيدة جدا، مقر المحاضرة اللي احنا فيه ده عنده بن كويس وعنده قهوة كويسة. أنصحك يا دكتور ماجد تبقى تيجي مرة تعمل محاضرتك كده تشرب قهوة كويسة. الجزء الأكبر والأشق والأصعب وربما يكون الأطول من حيث الوقت أصلا أيضا الذي يستغرق عمل هيئة التحكيم في صناعة الحكم هو ما يسمى بالمداولة. ما هي المداولة؟ المداولة هي المناقشة في وقائع الدعوة، دفاع الخصوم، الحجج التي أبداها المحامون أمام الهيئة، المستندات المقدمة تأييدا لوجهات نظر كل من الطرفين، ثم إنزال حكم القانون على هذا كله بحيث يصدر حكم هيئة التحكيم مطابقا للقانون غير مخالف له. طب هو جميع أحكام هيئة التحكيم تصدر وفق القانون؟ لا، عندنا شيء اسمه التحكيم بالصلح أو هيئة التحكيم المفوضة بالصلح. إذا كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح فالمهمة أصعب، لأن إنزال حكم القانون أمر يعني ممكن اللجوء فيه إلى المصادر والمراجع وأحكام محكمة النقض وأحكام محاكم الاستئناف وما إلى ذلك وكتب الفقه طبعا، لكن التحكيم بالصلح يقتضي البحث عن تحقيق العدالة. ما الذي يحقق العدالة بين هذين الخصمين في هذا النزاع؟ والعدالة أمر يعني غير منضبط، العدالة أمر غير منضبط، تختلف فيه وجهات النظر اختلافا بينا. أنا أرى اليمين هو العدل وأنت ترى اليسار هو العدل، ولا يوجد فينا نحن الثلاثة أو نحن الخمسة في التحكيم من يرى الوسط العدل الحقيقي. لكي نصل كلنا إلى الوسط العدل الحقيقي يجب أن أدلي بحججي ويدلي من يرى غير رأيي بحججه، ثم نفند هذه الحجج، ثم نصل إلى قبول واحدة ورفض اثنين، ومن الناحية الثانية قبول اثنين ورفض ثلاثة، ثم نصل إلى قول فصل هو حكم التحكيم. إذا كنا نبحث في القانون فالأمر يسير كما قلت لحضراتكم، لأن أحكام القضاء بين أيدينا وكتب الفقه بين أيدينا. لكن إذا كنا نحكم مع التفويض الهيئة بالصلح فنحن نحكم ضمائرنا وعقولنا. أقدر أقول عقولنا وضمائرنا؟ لا، يجب أن نحكم ضمائرنا أولاً ثم عقولنا ثانياً. لماذا؟ لأن العدل أو العدالة شعور داخلي بحت. أنت تشعر بالعدالة أو تشعر بوقوع المظلم، إحساسك يقول لك هذا ظلم وإحساسك يقول لك هذا عدل. فإذا وصلت إلى العدل بقلبك ثم
فكرت فيه بعقلك سهل الأمر عليك سهولة كبيرة. أما إذا حاولت أن تصل إلى العدل بعقلك ثم ترى بقلبك أنه عقل فقد لا تصل نهائيا. لذلك ينبغي على المحكمين إذا كانوا محكمين بالصلح أن يستفتوا ضمائرهم، كما قال الحديث استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك. طيب أنا قلبي بيحب المحتكم ضدي والتاني قلبه بيحب المحتكم، إذا دخلنا الحب في التحكيم أو في القضاء فسد التحكيم وفسد القضاء. أمال إيه ضميرك ده؟ إيه استفت قلبك ده؟ استفتي إيه؟ استفتي فيما تحقق في هذه الوقائع من ظلم يجب رفعه أو غاب من عدل يجب الاتيان به. هذا هو الذي نعمله، هذا هو الذي يجب أن تعمله يا التحكيم. تأتي بالعدل الغائب إلى مجال العلاقة بين الطرفين وترفع الظلم القائم في العلاقة بين الطرفين عنهما كليهما لكي يكون الحكم حكما صحيحا. إذا كان الحال كذلك لماذا نصف المقاومة أنا مشغول بالمقاومة لذلك تجري على لساني بغير سبب، لماذا نصف المداولة بأنها أشق الأجزاء وأصعبها في عملية إنشاء أو صناعة حكم التحكيم؟ لأن المداولة تتناول مسلكين أو طريقين للعمل لا يغني أحدهما عن الآخر، تتناول تفكيكا وتتناول إعادة تركيب هذا المفكك. في هيئة التحكيم تفكك طلبات الخصوم، واحد اثنين ثلاثة أربعة، الطلب ده مدرك في الطلب ده بس هو كرره مرتين، الطلب ده لم يذكره صراحة ولكن أشار إليه، تفكيك الطلبات بحيث توضع على ورقة بيضاء أمام الهيئة كل طلبات كل من الطرفين، هذا تفكيك، نفك الرموز والأحاجي التي تتضمنها مذكراته ومستنداته لكي تصبح طلبات قابلة للحكم فيها بالقبول أو بالرفض. ثم بعد عملية التفكيك وهي شديدة المشقة والصعوبة تأتي عملية لا تقل عنها مشقة وصعوبة وهي عملية التركيب، نحن نفكك أولا ثم نركب، نصنع من هذه الوقائع والحجج القانونية التي فككناها وجزأناها نصنع منها بناء جديدا لوقائع الدعوة التي ستكتب في الحكم تحت عنوان الإجراءات أو عنوان الوقائع. لماذا؟ لأن الحكم لابد أن يكون فيه وقائع النزاع وإلا هيحكم على إيه؟ طب وقائع النزاع دي لو انتهينا لو أخذناها من وقائع المحتكم هنبقى بنمثل وجهة نظر المحتكم، لو خدناها من وقائع المحتكم ضده هنبقى بنمثل وجهة نظر المحتكم ضده، أمال هنعمل إيه؟ نحن نأخذها من الوقائع المقدمة من الطرفين، نفحص هذه الوقائع بمجهر الحقيقة وندرسها بمنظار الواقع الذي عرفناه في حياتنا التحكيمية الطويلة أو حياتنا القضائية الطويلة، ثم نتقدم إلى أنفسنا ببيان الوقائع معدلاً مفككاً ثم مركباً بحيث تبدو لقارئ الحكم حقيقة الوقائع بمجرد مطالعتها، فهو يطالع الحكم يعرف أن النتيجة ستكون كذا وكذا وكذا. هيعرف إزاي؟ ما هي لسه ما وصلش، هيعرف لأنه صياغة الوقائع بالطريقة السليمة تؤدي بتوقع الحكم في هذا التحكيم أو في هذه القضية كيف سيكون. التحديد نقاط النزاع وتمحيص دفاع الخصوم ليس عملية سهلة، لا سيما إذا لم يكن في هيئة التحكيم قاض سابق أو قاض حالي. ولذلك أنا أدعو من تسعينيات القرن الماضي إلى أن يرأس هيئة التحكيم دائما أو يكون فيها على الأقل عضو ذو خبرة قضائية معتبرة، لأنه هو الذي يستطيع أن يقوم بهذه العملية التفكيكية التركيبية لكثرة ما تدرب عليها في المحاكم، وهو الذي يستطيع أن يحسن توجيه الهيئة إذا ذهبت ذات اليمين أو ذات الشمال في هاتين العمليتين المعقدتين، تفكيك الوقائع والحجج والأدلة ثم إعادة تركيبها. إذا قمنا بهذا العمل وعادة يأخذ وقتا غير قليل وأصبحت أمامنا الوقائع متضحة ويسيرة وسلسة، تبين لنا بمجرد وضوح هذه الصورة تبين لنا من الذي له الحق ومن الذي عليه الحق، من له الحق ومن ليس له الحق، ويكون حكم التحكيم بعد ذلك حكما معقولا يؤدي إلى إحقاق الحق قدر ما تستطيع هيئة التحكيم، لأنه لا حكم هيئة التحكيم ولا حكم المحكمة هو الحق المطلق، الحق المطلق عند الله رب العالمين، إنما نحن
نعطي الحق النسبي بقدر ما تبلغه عقولنا وتدلنا عليه ضمائرنا، أما الحق المطلق فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. في الأثناء التي يجري فيها التحكيم يحدث ما نسميه بالدفاع، اللي هو المحامين كل واحد بيقول كلامه، وده يقول كلام يؤيد وجهة نظر المحتكم، وذاك يقول كلاما يؤيد وجهة نظر المحتكم ضده. والذين تعودوا الاستماع إلى المحامين في مرافعاتهم يعرفون أن هناك محاميا يخلب الألباب، وأن هناك محاميا تمله الأسماع، وأن هناك محاميا يبقيك على أطراف أصابعك طول كلامه لأنك تريد أن تصل منه إلى نتيجة ويتستعصي عليك أو تفر منك. كان زمان يقولون الشعراء في الوجود أربعة: شاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر تحب أن تسمعه، وشاعر تحب أن لا تسمعه، وشاعر ده الرابع بقى لا تستحي أن تصفعه. أنا لا أقول إن هذا القياس يجري في المحاماة، لكن أقول إن في المحامين من يمتعك إذا ترفع أمامك، وفي المحامين من يملك إذا ترفع أمامك. فلينتبه كل صاحب قضية إلى الإتيان بمحام ممتع لهيئة التحكيم لا بمحام يملها. وأنا أذكر إنه في قضية تحكيمية كان رئيس هيئة التحكيم فيها أخونا الكبير المستشار برهان أمر الله رحمة الله عليه، وكنت أحد الزملاء أعضاء الهيئة، وكان المحامي أحد الطرفين من النوع الذي لا تحب أن تسمع مرافعته مدة طويلة، لكنه كان يطيل في المرافعة إطالة مبالغا فيها. ثم إذا انتهت الجلسة أرسل إلينا في نهاية الجلسة خطابا إن المرافعة لم تتم وأنا لم أستكمل وجود دفاعي، وعملوا لي جلسة ثانية للمرافعة. فنعمل جلسة ثانية ونعمل جلسة ثالثة وهلكنا. ثم لما اجتمعنا للمداولة تبين أن الحق معه وأنه لم يكن محتاجا إلى كل هذا الذي عمله، لأن الحق كان بينا من المستندات ومن أقوال الأطراف الأخرى في الدعوة. فقال لي المستشار برهان أمر الله، قال لي ولزميلي المحكم الآخر: يبدو أن الأخ ده كان فاكر وبعدين استدرك، قال يمكن كان متأكد أن احنا هنحكم ضده، فبلانا بكل هذا البلاء الذي صنعه ظنا منه أننا منحازون ضده. الآن لما يرى الحكم ويلاقي مصلحته هيعمل إيه؟ فقلت له سيظن أن طريقته في العمل هي التي جاءت له بالحكم الصحيح، وضحكنا. فأنا أضرب هذه الأمثلة لكي أقول لكم أن مهمة المحامي من أصعب المهام في التحكيم، هي لا تقل صعوبة عن مهمة المحكم، لا سيما إذا كان محامياً ممن يتغيون العدالة والحق في كلامهم ومرافعاتهم ووكالتهم عن محامين. لدينا في التاريخ الإسلامي في الوقائع النبوية قصة طريفة مروية بأسانيد صحيحة، أن رجلين اختلف في مواريث، يعني خناقة على تركة في مواريث بينهما قد درست يعني قدمت جدا، مضى عليها عشرات السنين، كل الشهود اللي يعرفوا الحكاية ماتوا، ما فيش حد، مواريث بينهما قد درست قديمة جدا. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد الإسلام المواريث من الجاهلية كانت، وقال له: يا رسول الله أحكم بيننا. فقال لهم: إيه حكايتكم؟ فقالوا له: عندنا مواريث، أنا بقول كذا والتاني بيقول كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصدر حكما قال لهما الكلام الآتي، وابتداء إذا قلت كلمة في موضع كلمة فهذا من النسيان وليس من قصد الإخلال في لفظ الحديث. قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإنكم تحتكمون إليه، وإنما أقضي لكم على نحو ما أسمع. إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي وإنما أقضي لكم على نحو ما أسمع. ولعل أحدكما، أحد الخصمين دول، لعل أحدكما أن يكون ألحن بحجته من صاحبه، يعني أكثر بيانا لها، أفصح بيانا، أكثر إقناعا، لعل أحدكما أن يكون ألحن بحجته من أخيه أو من صاحبه، فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ظلما فلا يأخذه، فإنما أقضي له بجمرة أو بقطعة من النار. لما سمع الرجلان هذا الحديث المرعب المخيف قال يا رسول الله، قال كل منهما: يا رسول الله حقي لأخي. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أما
إذ فعلتما، يعني تنازل كل منكما عن حقه لأخيه فاذهبا وتراضيا واقتسما. روحوا في حتة بعيد عني وقعدوا مع بعض وقولوا الأرض دي كذا، الفلوس دي كذا، الإبل دي كذا، الخيام دي كذا، واقتسما هذه التركة التي تتشاجران عليها ولا تدخلاني في النزاع للحكم فيه. المحامون بعضهم ألحن بحجته من بعض، والخصوم بعضهم ألحن بحجته من بعض، فلا يغرنك إذا كنت محكما ولا إذا كنت خصما في تحكيم أن المحامي لاحن الحجة أو أن خصمك لاحن الحجة، لأن هذا لا يصل بك إلى الحق، وإنما يصل بك إذا أخذت ما ليس لك بحق إلى جمرة من النار أو قطعة من النار. حكم التحكيم بعد ما تنتهي هذه المداولة يصدر بإحدى طريقتين، إما أن يصدر بالإجماع وهذا هو الأفضل، وإما أن يصدر بأغلبية الآراء. يصدر بالإجماع لما تتفق هيئة التحكيم ثلاثة أو خمسة أو كذا على الحكم، فيصدر بإجماع الآراء. ويصدر بالأغلبية إذا كان فيه اثنين في جانب والثالث في جانب، أو ثلاثة في جانب واثنين في جانب إذا كانت هيئة التحكيم خمسة، أو خمسة في جانب واثنين أو أربعة وثلاثة، وهكذا قل ما شئت في الأعداد. أغلبية يعني في رأي مخالف عدد الذين يدافعون عنه أقل من عدد الذين يدافعون عن رأي الأغلبية. عندئذ يصدر الحكم بأغلبية الآراء، ويوجب القانون المصري وتوجب معظم قوانين التحكيم الحديثة أن تذكر في الحكم أسباب عدم توقيع العضو المخالف. يعني هو يجب أن يوقع من الجميع، يجوز للعضو المخالف أن يوقع ويقول مع تحفظي على الأسباب، ويجوز له أن يوقع ويقول مع اعتراضي على الفقرة كذا وكذا من هذا الحكم، ويجوز له أن لا يوقع أصلاً فيوقع اثنان من المحكمين ويكتب أن الثالث فلان امتنع عن التوقيع لأسباب كيت 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 داخل الحكم، حتى يكون الحكم معبراً، يكون صورة ناطقة ممثلة تماماً لما جرى في النزاع التحكيم. بعد ما يقع هذا ويختلف أعضاء التحكيم إلى أو ينقسم إلى أغلبية وأقلية، في هناك إجراء آخر سأذكره لكم بعد صلاة المغرب إذا صليتم، أما إذا لم تصلوا فليس لكم عندي شيء. أستأذنكم لنصلي وبعد الصلاة أستكمل الكلام إن شاء الله. تمام يا دكتور، إن شاء الله 10 دقائق ونرجع تاني على طول بعد الصلاة بإذن الله. 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، كل واحد يصلي على قده. شكرا يا دكتور، جزاك الله خيرا.
ماشي. السلام عليكم يا باشمهندس محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور. اهلا يا دكتور. بس بطمئن كله صلى المغرب ولا في حد ما صلاش؟ انا شايف في واحد قاعد ما صلاش اهو، بس احنا مش هنستناه بقى، هنبدا على طول. لا، اذا كان لسه بيصلي يحصلنا، واذا كان في حد ما صلاش لانه هو غير ملزم بالصلاه شرعا فهذا عذره معه، ونحن لا نقول له الا الخير ان شاء الله. ان شاء الله. أود أن أبدأ من حيث انتهيت أو قبل ما انتهيت بقليل، عندما ذكرت حديث لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من صاحبه أو من أخيه. زوجتي نظرت في المراجع التي وراء ظهرها وهي جلسة، فوجدت أنه متفق عليه، ذكره رواه البخاري ومسلم، كلاهما رواه عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. ولما نقول يا إخواني وأخواتي متفق عليه، هذا أعلى درجات الصحة في الحديث النبوي، يعني هذا حديث لا ينكر أحد وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة الموجودة في الصحيحين وهما البخاري ومسلم. فحديث لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته متفق عليه من حديث أم سلمة رواه البخاري ومسلم عنها رضي الله عنها وعنهم. نعود إلى ما كنا فيه من مسألة صدور حكم التحكيم بالإجماع أو بالأغلبية، وقلنا إنه صدوره بالإجماع لا مشكلة فيه، كل المحكمين سيوقعون على ورقة الحكم وكلهم موافقون على ما جاء فيه. أما إذا صدر بالأغلبية فيوجب القانون المصري وكثير من قوانين أو أكثر قوانين التحكيم الحديثة أن تذكر الأغلبية في ورقة الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية، سواء كان هذه الأقلية واحد أو أكثر في حالة وجود هيئة محكمين من 5 أو من 7 أو ما إلى ذلك. ثم يجوز لهذا المحكم الذي خالف رأيه رأي الأغلبية وكان منفردا بتصور مخالف عن تصورها لحقيقة الدعوة أن يرفق بالحكم مذكرة ببيان الرأي المخالف أو مذكرة بالرأي المخالف، يكتب فيها ما يراه نقاط اختلاف بينه وبين حكم الأغلبية ورأيه في كل نقطة من هذه النقاط والدليل أو الحجة التي يقوي بها رأيه ويستند إليه، وترفق هذه المذكرة بالحكم. لكن قد لا تقبل هيئة التحكيم إرفاقها بالحكم فتؤشر عليها، يؤشر عليها رئيس الهيئة بالنظر والإرفاق، النظر والإرفاق يعني اطلعت على هذه المذكرة وآمر بإرفاقها في ملف الدعوة، فلا يراها أحد إلا من يطلع على ملف الدعوة. هذه المذكرة سلوك جديد في بلادنا العربية جلها، لا أقول كلها وإنما أقول جلها، لأن إخواننا في الأردن وفي السودان وفي فلسطين يعرفون الرأي المخالف، يعرفونه في القضاء ويعرفونه في التحكيم نتيجة تأثرهم بالنظام الأنجلوساكسوني الذي أخذوه من الإنجليز. أما في سائر البلاد العربية الأخرى فالتأثر هو بالنظام اللاتيني، النظام الفرنسي، وبعد كده نقدر نقول كمان في الأحوال القريبة يعني أو السنين القريبة النظام الإيطالي. النظم اللاتينية لا تعرف الرأي المخالف، النظم اللاتينية توجب على الأقلية أن تكتب أن تقبل الرأي الأكثرية، توجب على الأحدث من القضاء أن ينضم إلى الأقدم من القضاء حسب قوانين السلطة القضائية وقوانين المرافعات. قانون المرافعات المصري، قانون المرافعات المصري يوجب عند تشعب الآراء أن ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاء إلى أحد الرأيين المتغايرين بعد إعادة المداولة، يعني بعد ما تنتهي المداولة وننتهي إلى أنه في فريق مش موافق ينبغي أن نعيد المداولة وينضم الفريق الذي يضم أحدث القضاء أو الفريق الأقل عددا إلى الفريق الأكبر عددا أو الأقدم في الوظيفة القضائية، وهذا منصوص عليه في المادة 169 من قانون المرافعات المصري. قوانين التحكيم خالية من مثل هذا النص، والممارسة التحكيمية تعرف الرأي المخالف
وتعرف تقديمه مع الحكم، وتعرف إرفاقه بالحكم، وتعرف عدم إرفاقه بالحكم وضمه إلى ملف الدعم. طيب إذا كان هذا الرأي المخالف قد يرفق وقد لا يرفق، وهو في الحالتين لا يؤثر على صحة الحكم ولا على وجوب نفاذه ولا على نهائيته، لا يؤثر على الحكم بأي صورة من الصور، لماذا يقوم أحد المحكمين الرأي المخالف لرأي الآخرين بكتابة رأي المخالف؟ هناك مهمتان أساسيتان تقوم بهما مذكرة الرأي المخالف. المهمة الأولى أن المحكم المخالف لسائر المحكمين يبرئ ذمته، لا أمامهم ولا أمام الخصوم ولا أمام الخصم الذي اختاره محكما، وإنما يبرئ ذمته أمام نفسه بأن يكون على يقين من أنه لما رأى الحق قال به، لما عرف الحق انصاع إليه بصرف النظر عن رأي الآخرين ولو كانوا أقدم منه أو أكثر خبرة. المهمة الثانية أو الوظيفة الثانية التي تقوم بها مذكرة الرأي المخالف أن الطرف الذي قد يرفع دعوى البطلان، وهو عادة المحكوم ضده، الطرف الذي يرفع دعوى البطلان قد يجد في مذكرة الرأي المخالف، سواء أكانت قد ضمت إلى الحكم وأرفقت به أو ضمت إلى ملف الدعوى ولم ترفق بالحكم، سواء أكانت أرفقت بملف الدعوى أم ضمت إلى الحكم، في الحالتين هذه مذكرة لا تؤثر، لكن قد يجد فيها مدعي لبطلان الحكم سبباً أو أكثر للبطلان يؤيد بها وجهة نظره أمام محكمة البطلان. يترتب على ذلك أهمية إذا كانت المخالفة جوهرية. أنا أدعو إخواني الذين سيمارسون التحكيم أو الذين يمارسونه فعلاً إلى أنهم إذا وجدوا في وضع يرون فيه المخالفة جوهرية إلى أن يتقدموا بمذكرة بأسباب المخالفة القانونية، وإما أن ترفق بالحكم وإما أن تحفظ في الملف، تودع ملف الدعوة، هذا قرار رئيس الهيئة وليس قرار المحكم صاحب الرأي المخالف. في النظم الأنجلوسكسونية القضاء قد يكون لهم رأي مخالف، وأحياناً القاضي يوقع على الحكم ويكتب مع الاحتفاظ برأي المخالف، ويكتب بالإنجليزية عبارة with dissent. dissent هو الرأي المخالف، وقد توقع الأغلبية على الحكم ولا يوقع المحكم المخالف، وتكتب الأغلبية إنه فلان عنده dissenting opinion يعني رأي مخالف ولذلك لم يوقع على الحكم. أما في النظم اللاتينية فهذا كما قلت غير معروف، وهو عرف في التحكيم نتيجة اختلاط التأثير بين هذه النظم وتلك، ولها أهمية في أن تبين بعض أوجه البطلان إذا وجدت بعد أن يقدمها صاحب. لكن التقدم بمذكرة رأي المخالف ليس ملزما، له أن يفعل وله أن لا يفعل ويكتفي بإثبات مخالفته. وأنا لعلي ذكرت لكم في إحدى اللقاءات السابقة الحالة التي وقع فيها أخونا الكبير المرحوم المستشار يحيى الرفاعي على حكم، وكتب توقيعه يحيى الرفاعي تحته ممتنع عن التوقيع لعدم إتمام المداولة، وكان هذا مطعناً كافياً في الحكم، وقضت محكمة البطلان ببطلان الحكم، لأن الذي شهد بعدم إتمام المداولة شخص لا يمكن الطعن في شهادته، نائب رئيس محكمة النقد لعشرات السنين، رئيس الدائرة المدنية الأولى بها مدة طويلة من الزمن، حجة من حجج القانون والفقه في مصر. فالمحكمة البطلان لما ذهبت إليها وثيقة الحكم مكتوب عليها لعدم إتمام المداولة، الحقيقة كتب لعدم إجراء المداولة، فعندئذ حكم بطلان حكم التحكيم. لكن هذا ليس في كل الأحوال، لأن محكما آخر توفي قريبا رحمة الله رحمه الله حاول أن يصنع الشيء نفسه في قضية أخرى، فالمحكمة لم تعتد بهذا الكلام وقالت ما دام الحكم قد كتب فيه في أوله وبعد إجراء المداولة يبقى الحكم حج عليك يا أستاذ، ما ينفعناش كلامك. هل هناك فارق بين شخص وشخص؟ نعم. هل هناك فارق بين وزن كلام شخص وكلام شخص؟ نعم. فإذا كان الشخص حجة في نفسه لا يمكن أن يرد كلامه مثل يحيى الرفاعي. إذا كان الشخص دون ذلك
ليس من المعروفين في المجال القضائي ولا التحكيمي ولا له سابقة خبرة طويلة، يجوز لهيئة التحكيم أو لمحكمة البطلان أن تهدر كلامه، على الرغم من أنه نفس العبارة وبنفس الطريقة، لكن لكل مقام مقال ولكل حال ما يناسبه من الكلام. الرأي المخالف كما يكون لأحد أعضاء الهيئة قد يكون لرئيس الهيئة. رئيس الهيئة الذي يحكم في النزاع اللي هو بيصوغ الحكم عادة، حالاتي بعد قليل لصيغة الحكم، له رأي مخالف لرأي العضوين، عندئذ يصدر الحكم برأي العضوين، والرئيس صاحب الرأي المخالف إما أن يكتب مذكرة برأي المخالف أي وقع مع المخالفة في الرأي كما ذكرت. إذن لا فارق بين رئيس هيئة التحكيم وأي من المحكمين في مسألة الأغلبية والأقلية، هو واحد من الأغلبية ليس له صوت زائد على صوت الاثنين الآخرين أو أي منهما، وإذا كان مخالفا لهما في الرأي فعليه أن يصنع مثل صنيع أي منهما إذا خالف في الرأي. طيب، تكلمنا عن المداولة وقلنا أنها عمل تفكيكي وتركيبي وما إلى ذلك. إيه أهمية المداولة دي؟ المداولة إجراء جوهري يبطل العمل التحكيمي أو العمل القضائي إذا تعدد القضاء ما لم تكن هناك مداولة صحيحة قانونا، وإغفال المداولة يترتب عليه بطلان من النظام العام. يعني لو لم يدفع به أحد الخصمين، واحد رفع دعوة بطلان وقال أصل المحكم الفلاني عمل كذا والمحكم الفلاني قدم ورقة كذا والمحكم الفلاني قابل كذا، ولم يذكر أن الحكم خلى من ذكر المداولة، محكمة البطلان مش هتنظر لأي حجة من اللي هو قالها دول، وهتلاقي الحكم لم يذكر بعد تمام المداولة وتقول هذا الحكم خلى من إثبات وقوع المداولة، فيبطل بطلانا متعلقا بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولو كانت محكمة النقض. يعني لو رحنا لمحكمة البطلان ولم تنتبه إلى هذا وقضت ببطلان أو بعدم بطلان الحكم، ثم ذهب الحكم إلى محكمة النقض مطعونا فيه ورأت محكمة النقض أن الحكم خلى من ذكر المداولة، تقضي هي من تلقاء نفسها ببطلان الحكم لعدم ثبوت حصول المداولة فيه. طيب، المداولة يجب أن يشترك فيها جميع القضاة الذين سمعوا الدعوة وقرأوا الأوراق وتناقشوا فيها، لا يجوز أن يشترك فيها غيرهم، ولا يجوز أن تجري بين 2 من 3 أو 4 من 5 أو 3 من 5. قد لا نستطيع أن نجري المداولة في مكان العمل، يعني في مقر التحكيم، إما لسفر بعض المحكمين لظروف عملهم أو ظروف إقامتهم، وإما لأن المواعيد لا يمكن أن تتلائم نتيجة ارتباط هؤلاء وهؤلاء بالقضايا، وإما لكارثة كالتي نمر بها حتى اليوم، كارثة كوفيد-19 المسمى بكورونا الذي يمنع الناس من السفر والتلاقي المباشر. طيب، ماذا نفعل عندئذ؟ هنا يأتي دور التقنية، نستطيع أن نتداول عبر زوم كما نتكلم الآن، أو عبر انستغرام كما يفعل الناس آخرون، أو عبر أي وسيلة من الوسائل دي، ونستطيع أن نتداول كتابة، يكتب المحكم رأيه ويرسله إلى المحكمين الآخرين، وكل واحد يعمل كده ويبقى بين يدي كل محكم 3 آراء، رأيه ورأيين آخرين، وبعد أن يدرسها ويتناقش فيها مع نفسه ويتبين وجه الحق من وجه الخطأ، إما أن يتهاتفوا وإما أن يتحدثوا عبر وسائل الإنترنت وإما أن يلتقوا إذا تيسر اللقاء. الحاصل أنني أريد أن أقول إن الحضور هو الأصل، وحضور جميع المحكمين هو الأصل، وعدم حضور أحد ممن لم يشترك في سماع المرافعة ورؤية المستندات وسماع الخصوم هو الأصل، لكن قد تطرأ أحوال تجعل تحقيق هذا الأصل أمراً صعب المنال، عندئذ نلجأ إلى ما يسره الله لنا من وسائل التقنية الحديثة التي ذكرنا بعضها. عنصر الإدارة أيضاً يتجلى في عمل مهم جداً تقوم به هيئة التحكيم وتقوم به السكرتاري. أولاً ذكرنا إدارة الجلسات، وذكرنا ترتيب تقديم المستندات، وذكرنا تقديم مذكرات الدفاع وتحديد جلسات المرافعة وكده، لكن أيضاً محاضر جلسات المرافعة يقوم بتحريرها سكرتير هيئة التحكيم أو أمين سر هيئة التحكيم، والأصل في المحضر أن يكون صورة ناطقة بما دار في جلسة، سواء كان محضر أمام محكمة أو محضر أمام هيئة التحكيم، وعلى رئيس هيئة التحكيم، والهيئة كلها تقرأ المحضر طبعاً، على رئيس هيئة التحكيم أو أي عضو منها إذا لاحظ نقصاً أو زيادة في المحضر أن يصوبها ويعيد أمين السر كتابة المحضر من جديد حتى يكون المحضر مرآة عاكسة لما دار في الجلسة بلا زيادة ولا نقصان. ليه؟ لأن هذا المحضر يدل على أننا سمعنا الشهود،
أننا رأينا المذكرات سلمناها في المعاد المتفق عليه، أننا ناقشنا الخصوم أو لم نناقشهم، أننا أتحنا فرصة متكافئة لجميع الخصوم أو لم نتح فرصة متكافئة لهم فيبطل حكمنا. المحضر هو الذي يبين عملنا في صناعة الحكم، فإذا أحسننا كتابة المحضر وصياغته فقد أحسننا بيان عملنا، وإذا أسأنا أو قصرنا في ذلك ذهب عملنا سدى ولم تعتد به محكمة البطلان. محكمة المحكمة هي التحكيم تحتاج أيضا للسكرتارية في ترتيب ملف الدعوة ترتيبا تاريخيا. يعني إيه ترتيبا تاريخيا؟ يعني أول ورقة تقدم إلى جهة التحكيم هي طلب التحكيم، يبقى دي أول ورقة في الملف، يليها الرد على طلب التحكيم بالقبول أو بالرفض، تبقى دي تاني ورقة في الملف، يليها بيان الدعوة إذا اجتمعت هيئة التحكيم تبقى دي تالت ورقة، يليها الرد على بيان الدعوة. بعض الهيئات في مصر بتسميه بيان الدفاع، بس أنا بفضل أني أسميه الرد على بيان الدعوة. يليها التعليق من المحتكم على الرد على بيان الدعوة، تبقى دي فوق الرد على البيان. يليها التعقيب من المحتكم ضده على بيان الدعوة، فهي أربع جولات: بيان الدعوة والرد عليه والتعليق على الرد والتعقيب على التعليق. هذه المستندات الأربع، هذه الوثائق الأربع هي جسم التحكيم من ناحية القانونية والواقعية. طيب هذا الجسم محتاج لأربطة ومحتاج لعضلات ومحتاج لمفاصل ومحتاج لحاجات تشد من أزره كده عشان يقف على حيل. كيف يقف؟ يقف بالمستندات المقدمة، بشهادة الشهود، بمرافعات المحامين. هذه هي المكونات العضلية والعضوية الأخرى التي تجعل هذا التحكيم له رأس وله جسد وله ساقان ورجلان، حتى نستطيع أن ننظر في النزاع ونقضي فيه بكلمة فاصل. طيب. طبعا أنا ذكرت المداولة عبر الإنترنت وكده، لكن لا شك أنني أنا وغيري أعتقد، إنما أنا متأكد من نفسي، أنا أفضل الموادة ولا الوجاهية، لأن الذي يجري عندما نتكلم وجها لوجه أفضل ألف مرة من الذي يجري ونحن نتكلم عبر هذه البرامج. طبعاً في فرق بين عندما تلقي محاضرة عبر الزوم وبين ما تجري مناقشة بينك وبين الناس تانيين عبر الزوم. المناقشة أصعب بكتير في غير المواجهة، بينما هي في المواجهة أيسر وتؤدي إلى الوصول إلى نتائج أحدث. ايضا من مش بس الكورونا او مش بس الاوبئه هي التي تحول بيننا وبين تلقي الحروب والمنازعات، عندنا حرب في اليمن وعندنا اضطرابات في السودان وعندنا حرب في سوريا بقى لها سنين وعندنا حرب في العراق بقى لها سنين وعندنا حرب في ليبيا بقى لها سنين. طب كيف يتم اجراء التحكيم في هذه البلاد او اي بلد منها اذا كانت هي مقر التحكيم؟ لا شك ان هيئه التحكيم التي مقر تحكيمها في واحده منها سوف تلجأ الى الوسائل التكنولوجيه او حتى الى التراسل لكي تصل الى حكم فصل في مسألة النزاع القائم أمامها. طيب صناعة حكم التحكيم لا تبدأ بعد انتهاء المداولة وخلو الهيئة إلى نفسها، لا، هي تبدأ من أول إجراء في التحكيم كما ذكرنا حالا، من أول التقدم بطلب التحكيم تبدأ عملية المدخلات، تبدأ عملية إدخال المواد الأولية وتتوالى إلى أن تنتهي بانتهاء جلسات المرافعة وخلو الهيئة إلى نفسها للتداول. تقديم طلب التحكيم بيتضمن موجز بالغ الاختصار للوقائع وطلبات بالغة الاختصار يتوخى المحتكم أن تقضي له بها التحكيم، ويصحبه في التحكيم المؤسسي استداد رسوم الطلب حسب ما تحددها اللوائح، والرد يتضمن تفنيدا لذلك والرسوم المتعلقة بطالب بالمطلوب ضده التحكيم اللي هو المحتكم ضده. دول الطلب التحكيم والرد عليه هما الخطوتان الأوليان أو هما الأساس الذي تبدأ به جميع إجراءات التحكيم، لأنه بغير طلب التحكيم لا يمكن إجراء التحكيم، وبغير موافقة الطرف الآخر على التحكيم لا يمكن أن يجري التحكيم. ليه بنقول دول هما الأساس؟ لأن الشريعة العامة في التحكيم، النظام القانوني للتحكيم كله يقوم على إرادة الأطراف، لا تحكيم إلا بالإرادة. ذكرت لكم قبل قليل أن المحكمة الدستورية العليا في مصر حكمت عدة مرات ببطلان نصوص قانونية تجعل التحكيم إجباري، يعني قالت ما فيش حاجة اسمها تحكيم إجباري، تحكيم اختياري ما فيش تحكيم. فلذلك لابد من الاعتماد على ما يقوله الأطراف ويفعلونه، لأنه هذا هو الذي يصنع شريعة التحكيم ويصنع رؤية هيئة التحكيم للنزاع كيف يكون وكيف يمضي وكيف يحكم فيه.
جلسة التحكيم بتقول بتكون أولها عادة جلسة إجرائية، وكتير من الناس ومنهم المهندس ماجد بيفضلوا أنهم يسموها الجلسة الإجرائية الأولى. ما هو ما فيش جلسات إجرائية بعد كده إلا إذا قررنا أن تكون جلسات إجرائية، لكن معلش أنا بوافق وهي الجلسة الإجرائية الأولى عشان المهندس ماجد ما يزعلش. الجلسة الإجرائية الأولى دي هي التحكيم بتهدد فيها بموافقة الأطراف مواعيد تقديم بيان الدعوة والرد عليه والتعليق والتعقيب، تحدد فيها مبدئيا أتعاب التحكيم ومصروفاته ومن يلتزم بكل جزء منها من هذين الطرفين، وبتحدد جلسات المرافعة الشفوية أو جلسة المرافعة الشفوية. عادة في التحكيم بنكتفي بجلسة شفوية واحدة، جلسة مرافعة المحامين شفوية واحدة، لكن أحيانا بنحتاج إلى أكثر من ذلك، فتتعدد هذه الجلسات بحسب طبيعة المنازعة التحكيمية. إذا اقتضت المنازعة التحكيمية وكثيرا ما سماع شهود أو سماع خبراء، فتحدد جلسات لسماع الشهود ولسماع الخبراء بقدر عددهم وبقدر الحاجة إليه. إذا تعددت جلسات المرافعة عند آخر جلسة، تحدد هيئة التحكيم موعداً لإصدار الحكم تعلنه للأطراف. هذا كلام مش واضح. يعني إيه؟ يعني هيئة التحكيم بتقول قررت الهيئة حجز الدعوة التحكيمية لإصدار الحكم فيها في موعد يختار به الأطراف عند تحديده، وكلفت أمانة السر بالقيام بهذا الإخطار. ليه بنعمل كده؟ بنعمل كده لألا نقول قررت الهيئة إصدار الحكم يوم 1/1/2022. لماذا؟ لأننا قد لا نستطيع إصداره يوم 1/1/2022، قد تطول المداولة، قد يمرض أحدنا فلا يستطيع المشاركة فيه، قد نتبين صعوبة بعض المسائل القانونية أو الواقعية التي تقتضي إعادة الدعوة إلى المرافعة وسماع شهود أو سماع خبراء. فالأفضل الذي أفضله لهيئة التحكيم أن تقول قررت الهيئة حجز الدعوة للحكم في موعد يحدد ويخطر به الأطراف في حينه، وكلفت أمانة السر بإخطار الأطراف بذلك. ليه؟ لكي تترك لنفسها فصحى من الزمن تكفي للمداولة ولفحص الأوراق وللمناقشة والاختلاف الآراء وللتشاور فيما يتعلق بكيفية كتابة الحكم حتى تصدره في موعده الذي اتفقت عليه. إذا فعلت الهيئة العكس وحددت يوم 1/1/2021 ثم لم تستطع، عادة يجري في نفوس طرفي التحكيم ما لا تحمد عقباه. أول شيء أن يساء الظن بهيئة التحكيم، إزاي تحدد موعد وما تلتزمش به. الشيء الثاني أنه قد تكون إساءة الظن مبنية على تصور أن هناك من يجري اتصالات بهيئة التحكيم وأن هناك سلوكا غير مقبول من المحكمين، وبالتالي تدب الشكوك في نفوس طرفي التحكيم أو أحدهما، وهي شكوك تنال من نظام التحكيم نفسه حتى لو صدر الحكم لصالح هذا الطرف الذي كان شاكا. فمن الأفضل لهيئة التحكيم ألا تحدد يوما، وإنما تقول نحن سنصدر الحكم في مدة معينة، لا مش في مدة معينة، سنصدر الحكم في موعد محدد تخطر به الأطراف في حينه أو يخطر به الأطراف في حينه عن طريق السكرتارية، وعندئذ لا تضطر الهيئة إلى اتخاذ أي إجراء يثير ريبة أو شك في نفوس الأطراف في التحكيم. على جميع الأحوال بقى، حددوا يوم، ما حددوش يوم، قالوا في موعد نخطر فيه من بعد، ما قالوش، يجب أن يصدر التحكيم في الميعاد المحدد للتحكيم. إيه بقى حكاية الميعاد المحدد للتحكيم دي؟ التحكيم له مدة. القانون المصري مثلاً بيقول مدة التحكيم سنة، ويجوز لهيئة التحكيم أن تمدها ولو بدون موافقة الأطراف لمدة 6 أشهر. أي مد بعد 6 أشهر لابد من موافقة الأطراف عليه. طيب هيئة التحكيم أخذت السنة وخدت 6 أشهر بتوعها ثم لم تصدر الحكم، أصدرته بعد 7 أشهر. بمنتهى البساطة سيقوم المحامي المضرور موكله من الحكم بالطعن عليه بالبطلان بل بالانعدام لصدوره بعد الميعاد المحدد لهيئة التحكيم. ليه انعدام؟ أولا إيه الفرق بين البطلان وبين الانعدام؟ البطلان شيء موجود لكنه لا يؤدي الهدف منه، الانعدام شيء غير موجود، ما حدش عمل حاجة، كان هذا كله لغو. ليه نقول على حكم منعدم مع أنه خدوا فيه سنة ونص؟ خدوا فيه سنة ونص لكنه منعدم لأنه صدر بعد انتهاء ولايتهم. أنا ذكرت من الأول أنه الشريعة العامة للتحكيم وإسباغ الولاية على المحكمين يأتي من الأطراف. الأطراف قالوا لك أنا أعطيتك ولاية التحكيم لمدة سنة ونص،
إذا تجاوزت بنص يوم بعد السنة ونص عملك باطل، لأن ربما يكون القرار النهائي قد صدر في هذا اليوم الزائد، وإذا صدر في هذا اليوم الزائد فقد صدر ممن لا ولاية له للحكم في التحكيم، وبالتالي يكون حكمك منعدما. فعلى هيئات التحكيم جميعا أن تلتزم بالمواعيد التزاما دقيقا، وأنا أفضل دائما أن يصدر الحكم قبل الأيام الأخيرة من الميعاد، ما استناش اليوم قبل الأخير وأصدره. ده مصلحتي ومصلحة الأطراف أن يكون الحكم أمامهم في وقت مناسب، يعلمون أنه درس ونوقش وتمت المداولة فيه وصدر الحكم، لكن ما استناش لفوات الميعاد فأصدر الحكم فيكون منعدما، أو أصدره في آخر يوم فأربك الشعور العام عن التحكيم سواء عند هؤلاء الأطراف أو عند غيره. بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى ذلك، الحكم الصادر بعد الميعاد الذي يصبح حكما منعدما يترتب على ذلك إيه؟ يترتب على ذلك أن وقت المحكمين كله ضاع، أن النفقات التي أديت في التحكيم كلها ضاعت، أن وقت الشهود ووقت السكرتارية ووقت المحامين كله ضاع. فهذه مسألة فاقد مطلق، ضياع مطلق، وينبغي على هيئة التحكيم أن تتجنبها غاية التجنب حتى لا تقع في هذا البطلان الذي يكبد الجميع خسائر ونفقات لا حاجة بها بهم إليه. هنا مسألتان يجب أن أذكرهما عند صدور حكم التحكيم بعد الميعاد. انعدام حكم التحكيم الصادر بعد الميعاد لا يمنع الأطراف من اللجوء إلى التحكيم مرة أخرى. لا، ما احنا روحنا وخلاص. عندنا فكرة اسمها فكرة عدم استنفاد شرط التحكيم. شرط التحكيم لا يؤدي غرضه إلا إذا انتهى النزاع وصدر الحكم التحكيمي ولم يكن ثمة نزاع آخر بين الطرفين حول هذا العقد نفسه أو العمليات نفسها التي فيها شرط التحكيم. لأن شرط التحكيم هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن اختيار عدم اللجوء إلى قضاء الدولة واللجوء إلى التحكيم، فهذا اختيار لجهة قضائية مختصة لا ينقضي أجله، يستمر شرط التحكيم معنا إلى أن تنتهي العلاقة التعاقدية أو العلاقة التجارية أو الصناعية أو المهنية التي من أجلها أبرمنا اتفاق التحكيم. الأمر الثاني أو الفكرة الثانية التي يجب أن نذكرها أن الطرف الذي يلجأ إلى القضاء بعد صدور حكم ببطلان الحكم الصادر بعد الميعاد، حكم التحكيم صدر بعد الميعاد، محكمة البطلان حكمت ببطلانه أو بانعدامه لصدوره ممن لا ولاية له على إصدار حكم التحكيم، فواحد راح مستعجل وراح المحكمة ورفع دعوة بالمطالبة بحقوقه التي كان يطالب بها في التحكيم. من حقي خصمه الآخر، أنا أقول إنه من واجبه، لكن على الأقل نقول من حقه أن يدفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوة أمام القضاء لوجود شرط التحكيم لأمرين. الأمر الأول أن شرط التحكيم مستقل عن العقد الذي يبرم فيه، يبطل العقد كله وشرط التحكيم يبقى، يتنفذ العقد كله وشرط التحكيم يبقى. شرط التحكيم شرط مستقل عن العقد تماما، كأنه عقد في عقد، وفي ناس تعمل تعبير ده عقد في عقد، فهو عقد آخر داخل العقد التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني المبرم مع بين الطرفين. الأمر الثاني أن شرط التحكيم مستقل عن جميع قوانين الدنيا. شرط التحكيم أبرمناه في مصر، أبرمناه في باريس، أبرمناه في لندن، أبرمناه في نيويورك، أبرمناه في أديس أبابا، حيثما كنا وأبرمنا شرط التحكيم، هذا الشرط لا تحكمه القوانين في أي بلد في العالم. أما اللي يحكمه إيه؟ يحكمه اتفاق الأطراف. لكن في حاجة اسمها مقر التحكيم، قانون مقر التحكيم تطبق منه النصوص المتعلقة بالنظام العام، القواعد الآمرة الموجهة إلى هيئات التحكيم أو إلى المحاكم وتسري على هيئات التحكيم، لكن شرط التحكيم ملوش دعوة بيها. شرط التحكيم يعني إيه؟ يعني أننا لا نلجأ إلى المحكمة وإنما نلجأ إلى هيئة التحكيم بالطريقة المنصوص عليها في الشرط. هذا الشرط لا يتأثر لا ببطلان الحكم الصادر ولا بانعدام الحكم الصادر ولا بحكم المحكمة ببطلان، يظل قائما. عادة، أنا أقول عادة يعني لأنه ليس كثيرا، إنما يقع، بلاش عادة نقول يقع أحيانا عشان التعبير يبقى دقيق، يقع أحيانا أن الطرفين عندما يصدر الحكم ثم يتبين بطلانه أو انعدامه يتفقان على الجلوس معا وتسوية النزاع والدين بطريقة التوفيق أو الصلح أو الوساطة أو
طريق من طرق تسوية الوسائل، وسائل تسوية المنازعات البديلة بيسموها alternative dispute resolution، فطرق تسوية المنازعات أو الطرق البديلة لتسوية المنازعات، الناس الأطراف التحكيم اللي بطل حكمهم أو انعدم يفضلون أن يسووا المسألة بعيدا عن المصروفات الكثير وكذا، وخصوصا إذا كان بينهما من العمل أو يتوقع أن يكون بينهما من العمل ما يشغلهما عن النزاع، وهم أفضل لهم يكسبوا من أنهم يخشوا في المنازعة. طب إذا دفع أمام القاضي بعدم قبول الدعوة لوجود شرط التحكيم، ينبغي عليه ولو كان هذا استعمالا للشرط المرة الثانية أو الثالثة أو العشر، ينبغي عليه أن يقضي بعدم قبول الدعوة لأن شرط التحكيم قائم ومستقيم. طيب انتهت المداولة وجينا نعمل الحكم، نعمل الحكم إزاي؟ نجيب الأطراف ونقول لهم إحنا قاعدين كده، قررت هيئة التحكيم إلزام المحتكم بسداد مبلغ كذا وإلزام المحتكم ضده بمبلغ كذا. لا لا، يجب أن يكون حكم التحكيم مكتوبا، يبطل بل ينعدم حكم التحكيم إذا لم يكن مكتوب. طيب إذا اتفق الأطراف على أنه إحنا مش عايزين حكم مكتوب، يكفينا حكم الشفوي، هذا يبطل الشرط اللي بنقول عليه، هذا يسقط ضرورة كتابة حكم التحكيم. لكن قوانين التحكيم الحديثة ومن القانون المصري كلها بتشترط أن يكون حكم التحكيم مكتوباً ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. إذا الأطراف مش عايزين حكم مكتوب خلاص، هم حرين، هم الاثنين راضين، لكن إذا لم يتفق على ذلك يجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكماً مكتوباً تتحقق فيه خصائص الحكم الفاصل في النزاع، بأن يتضمن الأسباب التي بني عليها، وبأن يتضمن القانون الواجب التطبيق على الإجراءات الذي طبق فعلا، وقانون الموضوع الذي طبق فعلا، والأسباب التي بني عليها، وهذا كله شرط لوجود الحكم في ظل القانون المصري ومعظم القوانين الحديثة، وليس شرطا لإثباته. في فرق بين شرط الوجود بعدم وجود الكتابة ينعدم حكم التحكيم، لكن بعدم النطق بالحكم، بعدم بيان القول الفاصل في النزاع يبطل عمل المحكمين، لكن بعدم كتابته حيث يجب أن يكتب يبقى الحكم نفسه كأنه غير قائم وكأنه منعدم أيضا. عندنا مشاكل طريفة واجهتنا في تحكيمات كثيرة. هناك أنواع من التحكيم لا تحتاج إلى كتاب، تحكيمات المبنية على حاسة الشم اللي بيشموا الروائح العطرية، وحقول أيضاً اللي بيشموا أنواع التباكو المختلفة، السجاير والسيجار والأشياء اللي زي ده، مع أنه بنتي هتزعل جداً، بنتي كبيرة مش مريم اللي انت عارفينها، أختها كبيرة مسؤولة عن مكافحة التدخين في المنطقة العربية كلها فهتزعل. لكن اللي بيسموه الخرمانجي في شركات التبغ اللي بيبقى موجود عشان يشم يدوق الطعم فيقول لهم أيوة ده كويس أو مش كويس، اللي بيشم العطور في مصانع العطور في العالم كله، الزواقة اللي بيأكل الفطيرة أو بيأكل حتة التورتة أو بيأكل حتة الجاتو أو بيأكل العيش عشان يتذوقوا ويقول ده طعمه مناسب للذوق المصري أو غير مناسب للذوق المصري. طيب اللمس، أنا شاهدت قضية، مش تحكيم، قضية في المحاكم الأمريكية كنت فيها خبيراً للقانون المصري، كان فيصل النزاع فيها هو هل هذا القماش الذي أنتجته الماكينات المشترى من شركة كذا يوافق المواصفات المكتوبة في عقد البيع ولا ما يوافقهاش. فالمحكمة لا تستطيع أن تقضي فيها، هتفصل إزاي؟ أيوة بتوع المكن اللي باعوا المكن بيقولوا أيوة هو دي المواصفات اللي عندنا وهو طالع زيها بالضبط، والراجل الذي اشترى المكن وأنشأ المصنع وكان فيه 28 مكنة وأنشأ المصنع وطلع القماش، قال القماش مش بيتباع لأنه مش مطابق للمواصفات، وطلب هو طلب أن يأتي خبير من خبراء الصناعات النسجية ويقدم خبرته أمام المحكمة. فجاء الخبير واكتشفنا أنه خبرته شيء بسيط جدا، أمسك بالقماش تحسسه ولم يقل شيئا، ثم نزع منه فتلة صغيرة كده من النس زي ما نقول احنا في اللغة المصرية، أخذ منه النسيلة فتلة صغيرة جدا وطلب كوب ماء ووضعها في كوب الماء ثم أخرجها ثم وضعها في كوب الماء ثم أخرجها ثم تحسسها بيده الأخرى، واستأذن هيئة المحكمة في أن يشعل فيها عود ثقاب ليرى أثره عليها فأذنت له المحكمة فأشعل عود الثقاب فلم تشتعل، فقال هذا غير
عندئذ أدلى بشهادته وقال هذا غير القماش المطلوب، لأن القماش مطلوب من خصائصي كت 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 إني إذا بليته في الماء يشتعل. فهذا مش صحيح، وحكم لصاحب مصنع الماكينات. طيب هذه الأنواع من ال من ال دي أحكام. هذا بتاع الزواقة ده حكم بأنه الطعام ده مش هو المطلوب، وبتاع الشم قال الروائح دي أو الدخان ده مش هو المطلوب، وبتاع اللمس قال مش هو القماش ده المطلوب. هنحكم إزاي بقى بكلمته؟ لا، لا بد أن يكتب محضر وتكتب فيه هذه الإجراءات ويكتب فيه بالحرف الواحد أقوال ذلك الخبير في الشم أو الذوق أو اللمس، ويكون الحكم صادرا بهذا النص المكتوب وليس بالنص الشفهي. النزاع نفسه يكفي فيه الشفهية، النزاع نفسه مش محتاج لحكم مكتوب، لكن لكي ينفذ حكم التحكيم، لكي نقتضي المصاريف، لكي نطلب تفسيره أو تصحيحه، لكي ندفع ببطلان، ندفع أمام يعني نرفع دعوة ببطلانه، هذا كله يقتضي أن يكون لدينا ورقة الحكم مكتوبة، وهذا ما يجيبه القانون. أي سلعة في الدنيا حضرتك لما بتشتري، أقول إيه، لما بتشتري علبة تونة أو علبة جبنة بتلاقي اسم المصنع وبتلاقي تاريخ صنعها وبتلاقي تاريخ انتهائها وانتهاء صلاحيتها يعني، وبتلاقي إنها مكونة من لبن حليب طبيعي غير مضاف إليه لبن بودرة، أو نسبة لبن حليب طبيعي 90% و10% مواد صلبة، وبتلاقي إنها معلبة في غلاف كذا 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 كذا، وبتلاقي البلد التي صنعت فيها واسم المصنع الذي صنعها. هذه البيانات ذاتها من اللي عمله، مكون من ايه، طلع امتى، صالح ولا مش صالح، هذه البيانات كلها ينبغي ان تتوفر في حكم التحكيم شأنه شأن اي سلعة اخرى. فاحنا في حكم التحكيم لازم يكون عندنا اسماء التحكيم، اسماء هيئة التحكيم وتوقيعاتهم وصفاتهم، وصفاتهم يعني ده محكم عن طرف المحتكم وده محكم عن طرف المحتكم ضده، وده رئيس هيئة تحكيم معين من جهة معينة أو مختار من الطرفين من المحكمين المعينين، وما إذا كان الحكم قد صدر بالأغلبية أم صدر بالإجماع، وإذا كان صدر بالأغلبية لماذا امتنع بعضهم كما ذكرنا قبل قليل عن عدم التوقيع عن التوقيع عليه، فصدر بتوقيع 2 من 3. طيب جنسيات المحكمين ضرورية، مهمة عناوين المحكمين ضرورية، لكن حكما منتقدا من محكمة النقد صدر قبل سنة تقريبا، ويعني سيكون محل تعليق في أماكن كثيرة، قال إنه جنسيات المحكمين وصفاتهم الوظيفية عند مهندس ولا طبيب ولا محامي ولا إيه ليست مؤثرة تأثيرا سلبيا في الحكم، يعني خلو الحكم منها لا يبطل. وهذا حكم منتقد، لماذا؟ لأن نصا واحدا هو الذي ذكر كل الأشياء الواجب ذكرها عن المحكمين، والتفرقة بين شيء وشيء تفرقة تحكمية لا يجوز أن تقع، يجب أن نفرق بين الأشياء بمعيار موضوعي وليس بمعيار تحكمي، هذه تفرقة تحكمية. طيب في واحد ما وقعش نكتب اسمه وصفته وعنوانه وكل شيء لأنه هو جزء من الهيئة التي حكمت هذا الحكم وإن لم يوقع عليه، وبعدين الحكم ده صدر من مين أو صدر لصالح مين ضد مين، لازم نكتب أسماء الخصوم المحتكمين والمحتكم ضدهم وعنوانهم وصفاتهم، ده رئيس مجلس إدارة الشركة، ده شخص عادي بيحتكم بصفته الشخصية، بيحتكم بصفته ممثل قانوني لجهة معينة، لابد أن يكتب هذا كله، عنوانهم عشان اللي عايز يقاضيهم بعد كده، اللي عايز يرفع دعوة بطلان، اللي عايز يرفع دعوة تعويض يعرف يوصل لهم إزاي. طيب أسماء الذين حضروا للدفاع عنهم، المحامين اللي حضروا الدفاع عنهم، هل هذه ضرورية ولا غير ضرورية؟ لا، هذه ليست ضرورية، لأن المحامي لا يمثل نفسه في هذا التحكيم ولا يكون وجوده بسبب أنه فلان أو فلان أو فلان، إنما وجوده بسبب أن المحكم أو المحكم أو المحتكم، لا متأسف، وجوده بسبب أن المحتكم أو المحتكم ضده اختاره، فهذا اسمه ليس ضروريا. عادة هيئات التحكيم بتكتب أسماء المحامين وبتكتب عنوانهم أيضا، ليه؟ لأن لديهم توكيلا من الأطراف، يعني المحتكم ومحله المختار مكتب فلان، محتكم ضده ومحله المختار مكتب فلان، فعندئذ لابد أن يكتب اسم المحامي وعنوانه وصفته بيمثل مين من الأطراف حتى يكون الحكم وافيا بشروطه. الحكم يجب أن يتضمن نص اتفاق التحكيم،
إذا كان اتفاق التحكيم عقد مستقل اللي بنسميه مشارطة ترفق المشارطة بالحكم. إذا كان اتفاق التحكيم شرط في عقد يورد نص هذا الشرط داخل الحكم. ليه؟ لأن هذا الشرط أو تلك المشارطة هي التي تحدد اختصاص هيئة التحكيم. كنا في تحكيم وكان في 2 من كبار المحكمين المعروفين في مصر، وكان شرط التحكيم بيقول أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد يحال إلى هيئة التحكيم ثلاثية كذا 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 كذا. النزاع الذي كان أمام الهيئة نزاع حول تفسير العقد وليس حول تنفيذه. هل كلمة كذا تعني كذا ولا لا؟ فهيئة التحكيم انتهت إلى رفض طلب التحكيم وقالت إنه هذا الطلب غير مشمول بالشرط التحكيمي، لأن الطلب متعلق بالتفسير وليس متعلقا بالتنفيذ، والنص بتاع نص شرط التحكيم في العقد بيقول أي نزاع ينشأ عن تنفيذ ما إيش تفسيره. فاترفض طلب التحكيم، وكان على هذا الأخ أن يلجأ أو على المحتكم يعني أن يلجأ إلى المحكمة. فيجب أن يوضع في الحكم أو يذكر في الحكم إما شرط التحكيم وإما ترفق به نص المشارطة أو العقد التحكيمي المستقل، ويلخص الحكم أقوال الخصوم تلخيصا وافيا، ويلخص مستنداتهم ويشير إليها بتواريخها وبما يميزه عن غيرها، حتى يتبين لقارئه أن هذه الهيئة قد أحاطت بجوانب النزاع كافة ولم تهمل منها شيئا مما يجب إيراده. طيب مكان صدور الحكم يجب ذكره عشان القانون واجب التطبيق في المسائل المتعلقة بالقواعد الآمرة والقواعد التي من النظام العام. تاريخ صدور الحكم يجب ذكره عشان ما يطلعش من عدم صدوره بعد انتهاء ولاية هيئة التحكيم. الطريقة التي ينفذ بها الحكم تعتمد على إيه؟ تعتمد على ما يسمى المنطوق. المنطوق ده بيجي عادة في آخر الكلام، محكمة هيئة التحكيم أو المحكمة تقول لذلك حكمت هيئة التحكيم بكذا كذا كذا كذا، لذلك حكمت المحكمة بكذا كذا كذا. بعض هيئات التحكيم بتقول فوق خالص في أول الحكم، زي الحكم القضائي بتقول في أول الحكم وبعد إتمام المداولة، وبعض هيئات التحكيم بتقول لذلك وبعد المداولة، والاثنين قد بعض. لو ذكرت مداولة في أول الحكم أو ذكرت مداولة في آخر الحكم، الاثنين لهما نفس التأثير. القواعد دي بتمثل أيضا حقوق للطرفين، انك تقول انا قلت ايه، وتقول خصمي قال ايه، وتقول انا رديت عليه بايه، وهو عقب عليا بايه، لانه ده اللي بيبين وجه النزاع اللي انت حكمت فيه الذي حكم فيه المحكم. فهي ليست حقوقا مستقاتا من قانون بعينه، وانما بلغت هذه الحقوق، حقوق الاطراف في ذكر ما قالوه وما استندوا اليه وما رفض من اقوالهم وما قبل منها، هذه الحقوق بلغت مبلغ الحقوق العالميه المعترف بها في جميع الانظمه القانونيه، في أنظمة الدنيا القانونية كافة. كنت أقول كافة في الأول وأنا بزعل من اللي بيعملوا كده. طيب دي شأنها، شأن المبادئ التي وصفتها محكمة النقض في أحكام عديدة بأنها تطبق في كل قضاء متحضر بغير نص. المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان، طبعا احنا في ديلما عن حقوق الإنسان ما لناش دعوة بيه دلوقتي، لكن محكمة النقض قالت لنا من زمان في مصر انه مبادئ متعلقة بحق الإنسان في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا تطبق ولو لم يكن عليها نص لا في الدستور ولا في القوانين. قال ليه؟ قال لأن هذه المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان لصيقة بشخصه منذ ميلاده تبقى معه إلى وفاته. طب في حق بيفضل بعد الوفاة؟ الحق في حسن السمعة. واحد مات والتانيين قعدوا يشتموا فيه بعد ما مات، يروحوا ورثته أو أولاده يرفعوا دعوة تعويض، وممكن يرفعوا دعوة جنحة مباشرة، وممكن يبلغوا النيابة فترفع دعوة جنحة. فهناك حقوق لصيقة بالإنسان تبقى معه منذ ميلاده إلى وفاته، وهناك حقوق تستمر إلى ما بعد الوفاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعتم، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه من القول والعمل، وأن يوفق القائمين على هذا البرنامج الجميل إلى الاستمرار فيه وإفادة عدد كبير جدا من المهندسين والمحامين والقضاء وغيرهم مما يلقى فيه من كلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد، نقدر ناخد أسئلة؟ تفضلي ستي، ما أنا قالولي إنه في أسئلة. نقدر ناخد أسئلة دلوقتي؟ ممكن تتفضلي بس هشرب شويه ميه وانت بتحضري السؤال الاول. طيب تمام ماشي.
بس وانس احمد تفضل او تفتكري يا أحمد. تفتكري يا استاذه مريم لو ما قلتليش تمام ما كنتش هشرب الميه يعني؟ لا طبعا انا مش قصدي تمام دي هشرب ميه ثانيه قال تمام يا دكتور حضرتك براحتك اشرب كل الميه وممكن اسئله نبعتها لحضرتك لو حضرتك مش حابب دلوقتي برضه مش مشكله خالص انا بس بحب امزح عشان الحكايه ما تبقاش كلها دمها تقيل كده اتفضلي يا استاذ والله يا دكتور المحاضره حتى لو ما فيش اي اسئله هي يعني رائعه جدا استاذ احمد اتفضل استاذ نعم. احمد اتفضل او باشمهندس احمد انا نعم. مش عارفه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيدي حياكم الله فضيلة الدكتور معكم ولدكم وتلميذكم أحمد بن مظفر الرواحي من سلطنة عمان أهلا وسهلا طالب دكتوراه في المصارف الإسلامية والتمويل بالجامعة الإسلامية العربية في ماليزيا ما شاء الله أهلا وسهلا أنا سعيد جدا حقيقة ومحظوظ كذلك بهذه المحاضرة بالاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة والثرية وأتقدم بين أيديكم سؤالا فضيلة الدكتور تفضل سيدي ذكرتم في معرض الحديث عن تدوين الرأي المخالف من أحد المحكمين نعم. قصة أحد الخبراء المهرة نعم. عندكم في مصر بأنه دون مخالفته ثم عقب ذلك بعد ذلك بهذه العبارة أن سبب مخالفته كان عدم اكتمال إجراءات المداولة نعم فأبطل الحكم أو حكم التحكيم بذلك لخبرته ومكانته حسب ما فهمت نعم. أشكل علي هذا فضيلة الدكتور كيف تكون الخبرة وحدها وسيلة إلى إبطال حكم التحكيم ولا يخفى على شريف علمكم مقولة الإمام علي كرم الله وجهه لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله نعم. فأرجو من فضيلتكم التكرم بالتعليق على هذا وإن أذنتم فضيلة الدكتور وددنا لو تتحفونا بذكر بعض مؤلفاتكم في التحكيم وأخيرا أمنيتنا أيضا أن تتكرموا بتدوين خبراتكم التحكيمية في كتاب ليكون نبراسا نهتدي به إن شاء الله أشكرك شكرا جزيلا أخي أحمد والحقيقة أنه سؤالك طريف جدا الأخ الذي صنع ما ذكرته كتب اسمه يحيى الرفاعي وكتب تحته امتنعت عن التوقيع لعدم إتمام المداولة لم يوقع الحكم كتوقيع محكم وإنما كتب اسمه وكتب تحته عبارة امتنعت عن التوقيع لعدم إتمام المداولة فأخذت المحكمة بقوله لما هو مشهور معروف عن صدقه مش تمييز بين الناس أو أعرف الحق بالرجال كما قال سيدنا علي رضي الله عنه لا هذا لأنه رجل لا يكذب لا يقول إلا الحق جلس على منصة القضاء 43 سنة منها أظن 16 سنة أو 15 سنة نائب رئيس محكمة النقد فمثل هذا لا يشك في كلامه ولذلك لما أراد أحد الناس الآخرين الذين ليسوا في درجة صدقه ومعرفة الناس به أن يقلده في هذا الصنيع وقلده فعلا لم تقبله من المحكمة وقالت مدام الحكم مكتوب فيه في أوله بعد المداولة هذا لا ينفى إلا بالطعن على الحكم بالتزوير وهذا كان مستحيل طبعا لكن لما كتب ذلك أخونا وأستاذنا المستشار يحيى الرفاعي رحمه الله قبل قوله لأنه مقبول القول كما نعرف يعني مثلا عندنا في العلماء يقول وهذا رجل ثبت هذا فلان محدث الحجة هذا فلان صدوق الصدوق يؤخذ بقوله لكن محدث الحجة يؤخذ قوله دون تفسير ودون توقف هذا هو الفارق يا سيد بارك الله فيكم فضيلة الدكتور شكرا لك سيدي أهلا بك باشمهندسة وصالة تفضلي السلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مهندسة وصالة نشكرك على المحاضرة القيمة الرائعة حضرتك مشكور على المحاضرة دكتور عندي سؤالين السؤال الأول بالنسبة إلى حكم التحكيم عند صدوره يذكر مكان صدوره تقصد بالمكان صدور حكم التحكيم هو نفس مكان التحكيم الـ seat of arbitration صح ولا لا؟ seat of arbitration مقر التحكيم نعم
يعني بغض النظر انه صدور الحكم في اي مكان، حتى لو كانت المداوله يعني تمت عن طريق وسائل الاتصال الحديثه. نعم، بغض النظر عن تمت اين تمت المداوله، لكن مكان صدور الحكم هو مقر التحكيم اللي هو سيت اوف اربيتريشن. وفي تحكيمات كثيره جدا يصدر الحكم في البلد الذي يقيم فيه احد المحكمين لاضطرار بقيه الهيئه ان تكون عنده لاسباب مختلفه، ويصدر مثلا الحكم في باريس ويكتب في صدره صدر هذا الحكم في القاهره. ليس المكان الواقعي وان المكان الذي هو مقر التحكيم. نعم، بالنسبة للموضوع الأتعاب التحكيم، أتعاب التحكيم هي تشمل عدة مصاريف، ابتداء من المحكمين وإلى الخبراء وإلى المحامين اللي يمثلون الأطراف. نعم. سؤالي هو في حالة إنه إذا كان التحكيم تحكيم مؤسسي، وإذا كان التحكيم أد هوك، التحكيم المؤسسي أصور فيه إلى قواعد أو إلى يعني قواعد انه تحكمها، انه هو المركز حدد اتعاب المحكمين وحدد اتعاب التحكيم بصوره عامه. هذا صحيح، المؤسسي له لوائح. بالنسبه لادهوك، هل يتم بالجلسه الاجرائيه الاولى الاتفاق على المصاريف ومن يتحمل المصاريف؟ عاده يتم في الجلسه التي بعد الجلسه الاجرائيه، عندما يقدم كل طرف طلباته ويتبين مقدار النزاع، مش ماليا، مقدار الحجم العملي في النزاع، وتعرف هيئة التحكيم كم ستستغرق من وقتها ومجهودها، عندئذ تحدد الأتعاب. أما المصروفات فأحيانا تحدد، اللي هي مصروفات المقر يعني، أحيانا تحدد في الجلسة الأولى، يقال ادفعوا مبلغ كذا تحت حساب مصروفات المقر، وبعدين تقدم في النهاية المطالبة إذا كان في تكملة أو خلاص يكتفى بما دفع يعني. هل تم في يعني في اي ممكن مرت على حضرتك اي حاله من حالات انه ابطل حكم التحكيم بسبب انه خطا بتقدير التكاليف او هيئه التحكيم مارست سلطات غير مخوله بها بتحديد المصاريف؟ لا، هو يعني هل هي سلطه مطلقه لهيئه التحكيم بتقدير المصاريف او على من يتحملها؟ نعم، في التحكيم الادهوك هي سلطه مطلقه، في التحكيم المؤسسي هي سلطه بالتشاور مع المؤسسه. نعم. شكرا لك. شكرا مهندسة وصال، اهلا بك. الله يحفظك. دكتور عبد الحنان العيسى، تفضل. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور سليم على هذه المحاضرة الأكثر من رائعة والماتعة والثرية، ونشكر الجهة المنظمة. نغتنم فرصة لقائنا بك ولو على زوم لطرح سؤالين. السؤال الأول يتعلق بالمصروفات مرة ثانية. في حال في الجلسة الإجرائية الأولى رفض أحد الأطراف، طبعا كما قلنا قوانين التحكيم غالبيتها لم تنص على توزيع المصروفات، ونحن عادة نلجأ إلى نصوص قانون المرافعات كما ذكرتم، لكن في حال رفض أحد الأطراف تطبيق نصوص قانون المرافعات فيما يتعلق بتوزيع المصروفات، فماذا تفعل هيئة التحكيم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، نعود للرأي المخالف. أنا محكم في هيئة ثلاثية، رفضت هيئة بقية زملائي، أنا مخالف، رفض بقية زملائي أن أذكر سبب المخالفة في الحكم أو إرفاقه في الحكم، فماذا أفعل؟ بالنسبة للسؤال الأول، اعتراض أحد الأطراف على تطبيق قواعد قانون المرافعات على المصروفات، هو لا يملك هذا الاعتراض، هو يملك أن يرفع دعوة مبتدأة لمطالبة هيئة التحكيم برد ما قبضته زائدا في تقديره، لكن دي دعوة مستقلة مش منصوص عليها في قانون التحكيم، هيطبق فيها قواعد رفع الدعاوى المعتادة في قانون المرافعات. وتطبيق قانون المرافعات ليس اختياريا، تطبيق قانون المرافعات هذا القانون العام لتنظيم مصروفات الدعاوى وإجراءات سدادها ومن المسؤول عنها، ولذلك عادة تستعمله هيئة التحكيم دون حرج. إذا لم يقبل أحد
الطرفين ما انتهت إليه الهيئة يرفع دعوة لإبطال الحكم في هذا الشق إذا كان يجوز طبقا لقانون التحكيم الساري في بلده، أو يرفع دعوة على المحكمين كأفراد برد ما قبضوه زيادة عما يقدروا يعني. فيما يتعلق بالرأي المخالف، إذا رفضت الهيئة فأقل ما يجب عليها أن ترفق الرأي في ملف الدعوة، رفضت يكون متاحا. إذا رفضت إرفاقه بملف الدعوة وكنا في تحكيم مؤسسي، فينبغي عندئذ أن تبلغ المؤسسة التحكيمية، مركز القاهرة، مركز دبي، مركز قطر، أي مركز كان، بهذا التصرف من أعضاء الهيئة الآخرين، وهي مسؤولة عن ملف الدعوة وإعداده، فتأخذ الرأي المخالف من المحكم المخالف في رأيه وترفقه بملف الدعوة. إذا لم يكن أمام تحكيم مؤسسي فليس أمامه إلا التنحي عن الاستمرار في التحكيم، وبالتالي لن يصدر حكم بغير وجوده فيه. لكن هو قد يعني إذا تنحى هم أنهوا المداولة. لا مش هيقدروا يصدروا حكم من اثنين، هو تنحى قبل صدور الحكم. نعم قبل صدور الحكم، لكن أثناء المداولة. يبقى أنا أثناء المداولة لو تنحى أي واحد بطلت هيئة التحكيم، لازم تشكل من جديد. طيب نعود إلى المصروفات. مثال عندنا، أنا طبعا سوري مقيم في سلطنة عمان. عندنا في أحد التحكيمات في أول جلسة رفض أحد الأطراف تطبيق قانون المرافعات الذي يسمى قانون الإجراءات المدنية لجهة احتساب الرسوم. هيئة التحكيم حكمت وفق قانون المرافعات. تم تقديم دعوى البطلان حول هذا الأمر، فالمحكمة أبطلت حكم التحكيم لهذه الجهة. علة ذلك بأن التحكيم هو اتفاق إرادتين، وكون الإرادتين لم تتفقا على آلية توزيع وتحميل المصروفات، فبالتالي أبطل الحكم. والله يعني أنا لا أستطيع أن أفتي في حكم لم أره، كما تعرف يعني أنت واضح أنك القانون محامي ومحكم، ونحن لا نستطيع أن نفتي في أحكام لم نره. يعني أنت والحكم ده بالنسبة لي ما مش مستغرب، لأنه زي ما حضرتك بتقول استند إلى عدم توافق إرادة الأطراف. نعم. وكأن هناك أمرا منصوصا عليه في قانون عمان أو متفقا عليه قضاءا إنه إرادة الأطراف تشمل مسألة المصروفات. لكن الحقيقة يعني أنا لا أستطيع أن أبدي الرأي في حكم لم أره، سامحني. هل تعتبر المواد التي عددتها من قانون الإجراءات التي تحكم موضوع المصروفات من النظام العام؟ لا أو من القواعد الآمرة؟ القواعد الآمرة؟ دي قواعد في غاية المرونة، دي قواعد بتقول للمحكمة تعملي كذا أو تعملي كذا أو تعملي كذا. إذن يحق لأحد الأطراف أن يعترض عليها، وبالتالي لا يستطيع المحكم أن يحكم وفقها. لا، هو إذا اعترض هذا اعتراض في أول التحكيم حضرتك تكلم، فالهيئة هتقول له هناخد بيها ومش هناخد بيها. إذا استمر في التحكيم ولم يعترض في مدة معقولة، خلاص هو مستمر في التحكيم. إذا كان اعترض بجد ينسحب من التحكيم ويرفع دعوة بطلان، مقدمة بطلان تشكيل الهيئة، لأن الهيئة بتحاول تلزمه بقانون لا يوافق عليه. لكن مش بعد ما ينتهي التحكيم ويصدر الحكم يروح يرفع دعوة بطلان لأن هم ما خدوش بقانون برأيه في مسألة قانون المرافعات. يعني أنا بالنسبة لي الحكم اللي حضرتك ذكرته يعني ممتع جدا، أحب أتفرج عليه يعني أشوف. إن شاء الله نشاركك إياه. شكرا لفضيلتك. شكرا لفضيلتك دكتور سليم. شكرا جدا دكتور. دكتور محمد. نعم سيدي. تفضل دكتور محمد الشهير. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور محمد. ازيك يا دكتور؟ إن شاء الله أكون بخير الحمد لله. أنا تلميذ من تلاميذك يا دكتور. الله يكرمك، أنا عارفك جدا. جزاك الله خير. الله يخليك دكتور. الله يكرمك. دكتور، هو سؤالي خاص بأتعاب المحكم. نعم. في بعض الدعاوي وفي معظمها طبعا المحكم ضده بيرفض سداد نصيبه من أتعاب المحكمين. نعم. وأحيانا المحتكم بيرفض أيضا تكملة السداد، بيقول أنا سددت نصيبي ولن أسدد القسم الخاص بالمحتكم الآخر. نعم. اللي بيحصل كالتالي، وبيحصل في البحرين بيتكرر بصورة كتيرة. إن بعض السادة المحكمين بيرفضوا أو بيمتنعوا عن تنفيذ نظر التحكيم لحين سداد الأتعاب. وفي البعض الفريق الآخر وأنا منهم بنكمل وبنصدر الحكم وبنثبت فيه
الأتعاب كذا. يعني الأتعاب لا تعتبر جزء من الحكم، لكن احنا بنحطها بنسبة ان على الطرف الخاسر انه ملزم بأتعاب تحكيم كذا. هو السؤال الحالي، نريد ترجيح بين الفريقين. في فريق بيقول انا لن انظر الدعوة الا بعد سداد كامل الأتعاب، وفريق اخر يقول لا انا ملتزم بتعيين اللجان المحكمة وأكمل وأصدر حكم التحكيم متضمن الأتعاب. فأي الوجهتين، أي وجهتين نظر أصوب؟ طيب دكتور محمد، احنا لازم نفرق بين المحكم المختار من أحد الطرفين وبين المحكم المعين من المحكمة. أما المحكم المختار من أحد الطرفين فأنا لا أرى أن يستمر في نظر التحكيم، إما أن تسدد أتعاب التحكيم المقدرة كاملة سلفا قبل أن ينتهي التحكيم، وإما أن يتوقف التحكيم وخلاص تنصرف هي التحكيم إلى حال سبيلها والخصوم يروحوا زي ما هم عايزين يعني. أما المحكم المعين من المحكمة فهو الذي يجوز له أن يصنع ما تفضلت به، أنه يستمر في نظر التحكيم، لأن قرار تعيينه ليس وقفا على إرادة الأطراف، قرار تعيينه جاي من السلطة القضائية. فعندئذ يستمر في نظر التحكيم ويقدر المصروفات والأتعاب ويذكرها في حكمه. لكن يبقى عندي سؤال، كيف سيقتضي هذا من الطرف الممتنع؟ وسؤال آخر فرعي، ألن يحدث هذا أو ينشئ هذا خصومة بين المحكم وبين الطرف الذي امتنع عن سداد المصروفات أو الأتعاب؟ أنا إذا نشأت خصومة هتبقى مطعن في الحكم، وإذا لم تنشأ خصومة كيف تقتضي الأتعاب بعد الحكم بها؟ دول سؤالين موجهين لحضرتك أو للي بيعملوا زي ما حضرتك بتعمل إيه؟ والله هو اللي بيحصل كالتالي، إن بعد انتهاء ميعاد دعوى البطلان أو بعد انتهاء دعوى البطلان للأسف فعلا بتحصل خصومة ما بين المحكم المعين بقرار من المحكمة والطرف الخاسر اللي كان محكوم عليه بالأتعاب، بيترفع أمر تقدير أتعاب وبتبقى منازعة بين الطرفين. يعني أنا أمر تقدير الأتعاب لما بيعملوه المحامين الذين لم تدفع أتعابهم ببقى حزين جدا، لأن الخصومة بين المحامي وبين من كان موكلا له أو بين موكله الحالي مسألة مسيئة إلى مهنة القانون وإلى مهنة المحاماة، فما بالك بالخصومة بين المحكم الذي هو قاضي وبين أحد طرفي التحكيم الذي كان قضية أمام هذا القاضي. أنا شايفها فيها يعني علامات استفهام كثيرة، ولو كنت عندكم مش هاخد أتعاب أبدا، هطلع مفلس دايما يعني، كل مرة اللي ما يرضاش يدفع مش هاخد منه حاجة. الله المستعان. يعني نلتزم بالرأي الأول القائل بعدم نظر الخصومة نعم حالة عدم السداد. مشكور يا دكتور وأسف للإطالة. إذا كان هذا بالنسبة للمحكم المعين، أما أنا بتكلم عن المعين بالمحكمة بتعين المحكمة ده عنده الخيار التاني اللي حضرتك قلته، بس هيغامر بقصة خصومة الأتعاب. لا والله حتى في الاتفاق برضك بيضحك عليا يا دكتور. والله جزاك الله كل خير. والله إنك راجل طيب محمد، لكن جزاكم الله كل خير وأسف على الإطالة. السلام عليكم. الله يكرمك. أهلا بك يا دكتور محمد. باشمهندس أحمد فهيم اتفضل. السلام عليكم دكتور محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم، أنا بكلمك من الكويت، وشكرا على المحاضرة الممتعة دي الحقيقة. ربنا يبارك فيك يا فندم. الله يخليك، جزاك الله خير. السؤال اللي نرجع مرة تانية للرأي المخالف، إشكالية أنا هعملها من عندي. الثلاث أطراف، المحكم والمحكم الثاني ورئيس المحكمة، اختلفوا في الرأي. ما الحكم؟ كيف يصدر الحكم في هذه الحالة؟ إما أن يقنع أحد الثلاثة أو واحدا من الاثنين الآخرين برأيه فينضم إليه ويصدر الحكم بالأغلبية. نعم. وإما أن تعلن الهيئة عجزها عن إصدار الحكم، وبالتالي يجب عليها أن ترد الأتعاب والمصروفات التي قبضتها هي، أما التي قبضها مركز التحكيم مش هتردها. ويبقى ده يعني أكبر انهيارة باشمهندس لفكرة التحكيم نفسه، أن تعجز هيئة التحكيم عن إصدار حكم منهي للخصومة، يبقى مفيش داعي للتحكيم أصلا، ما نقفله بقى أحسن. يعني هي قد تحدث ولا فيها صعوبة؟ تحدث طبعا، تحدث. نعم تحدث، وأمر مؤسف يعني. نعم صحيح. شكرا دكتور، جزاك الله خير. شكرا لك يا باشمهندس. السلام عليكم. السلام. أستاذ مهند أو باشمهندس مهند اتفضل. يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا أستاذ مهند، أهلا بيك. أخوكم مهند المحامي مهند من فلسطين. أهلا وسهلا. عندي سؤالين. أهلا بيك. بالنسبه لك دكتور، فلسطيني يا مهند؟ نعم فلسطيني من بلدي اسمها طولكرم. من طولكرم؟ ايوه. اهلا وسهلا، حياكم الله. الله يسعدك دكتور، لنا شرف كبير بحضور المؤتمر تبعك. الله يكرمك ويحفظك. رضى عليك دكتور. سؤالي بالنسبه للجلسات،
لو في احد الخصوم ما حضرش او ما تبلغ، بيتم تبليغه عن طريق النشر كالمحاكم؟ لا، هو قانون التحكيم بيقول انه على سكرتارية التحكيم او يعني امانة سر التحكيم انها تبلغ بالجلسات، واذا واحد لم يبلغ فيعاد تبليغه مرة ثانية، وتؤجل جلسة عادة لتبليغه بالجلسة الجديدة، والتبليغ يكون بأي طريق إن كان، بالهاتف، بالفاكس، بالإيميل، بأي طريق. فإذا امتنع عن الحضور، وهذا حدث ذات مرة، امتنع عن الحضور تماما أحد الطرفين، ومن عجائب الدنيا أن الحق كان له وحكمت هيئة التحكيم له وهو لم يحضر ولا جلسة. ف يعني عدم الحضور ليس مؤديا إلى الحكم ضده، إذا كان الحق في جانبه سيحكم له يعني. ماشي. بالنسبة للبيانات دكتور، نعم، في عندنا بالقانون المدني بيقولوا انه بزيد عن 200 دينار لازم ان يكون مكتوب. نعم. هون طريقة البيانات كافة الأدلة ولا مثلها مثل القضاء؟ لا، هو طبعا قانون البيانات او في مصر اسمه قانون الإثبات بيحدد طرق معينة بتعتبر من النظام العام لابد من اتباعها، وبيترك مسائل أخرى لاقتناع القاضي لحقه في التقدير لسلطته في طلب البينة عليها. هذه المسائل فيها سعة وفيها حرية، لكن المسائل والنصوص التي ترد في قانون البينات أو قانون الإثبات وتعتبر من النظام العام لابد من الالتزام بها، لأن كل النظام العام ملزم في هيئات التحكيم، وكل النصوص الآمرة ملزمة لهيئات التحكيم. هو عشان القانون الخاص يقيد العام، عشان هيك انا سألت اذا في بالقانون الخاص ايش هو هنا ده مش قانون خاص، ده قانون عام ايضا، ولكنه متعلق بالاجراءات. نعم. يعني زمان في مصر لو حضرتك تتذكر كان في فصل اسمه قواعد الاثبات، صحيح، في داخل قانون المرافعات، ثم لما تطورت الدنيا صدر قانون مستقل للاثبات في نفس السنه التي صدر فيها قانون المرافعات الحالي، وبقى لدينا قانونين، لأن كل قانون له قواعد آمرة وقواعد مكملة، كل قانون له أشياء من النظام العام وأشياء ليست من النظام العام، فالفصل بين القانونين إجراء تشريعي حسن، وهيئة التحكيم ملزمة بما يتعلق من قانون البينات أو قانون الإثبات بما هو قواعد آمرة أو قواعد من النظام العام، أما ما ليس كذلك فعندها الحرية في أن تتصرف فيه كما تشاء. نعم صحيح. بالنسبة دكتور إذا أنا كنت بدي أطلب شاهد، نعم، وما قبل يجي على جلسة التحكيم، نعم، في قوة تجيبه مثل المحكمة مثلا تقدر تستعين بالشرطة؟ لا لا، التحكيم يقدر يستعين بإشي؟ لا لا، التحكيم لا يستطيع أن يصنع شيئا قط، مش عايز يجي الشاهد خلاص ما يقدرش يقول له حاجة، لأنه مين اللي عايز الشاهد؟ حضرتك، صحيح، فحضرتك عليك أن تأتي بالشاهد، ما يجيبولك منين؟ المحكمة لو اقتنعت بضرورة الشاهد للفصل في الدعوة ممكن تأمر بضبطه وإحضاره، الشرطة تقبض عليه وتجيبه، لكن في التحكيم ما عندناش هذه السلطة طبعا. طيب بالنسبة لتقدير الأتعاب دكتور، نعم، في لجنة هناك لتقدير الأتعاب مثل نقابة المحامين مثلا بحطوا لجنات؟ لا 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 لا، لا توجد لجنة لتقدير الأتعاب، نقابة المحامين طبعا عندها لجنة تقدير الأتعاب عشان الخلاف بين المحامي وموكله، لكن بالنسبة لهيئة التحكيم، هيئة التحكيم بتقدر الأتعاب، وإذا أحد الأطراف مش عاجبه الأتعاب يعني يقاضي الهيئة في ذلك يعني. مطالبة مالية يعني هنا؟ مطالبة مالية عادية. هل يجوز للمحكم الرئيس استشارة محكم آخر خارج الجلسة مثل القضاء يعني؟ خارج هيئة التحكيم يعني؟ أيوة. لا لا، بالملف هذا إفشاء لسر القضية وإفشاء لسر المدولة، وهذا لا يجوز، هذا يعني يعتبر باطل طبعا. إذا ثبت هذا يبطل الحكم، إذا ثبت أنه قد اشترك في المداولة في القضية من ليس عضوا في هيئة التحكيم يبطل الحكم. شكرا لك دكتور، تشرفت. شكرا بس مهند، شكرا يا استاذ مهند، انبسطت بك سيدي، انبسطت بالكاس اللي عليها صوره الاقصى. اهلا وسهلا، كتر خيرك. يعطيك العافيه دكتور. باشمهندس وليد اتفضل. استاذه مريم هذا اخر سؤال؟ تمام، هو في اسئله تانية بس لو وقت حضرتك مش هيسمح ممكن كل الناس ابعت لهم رقم الواتساب ويبعتوا عليه الاسئله وابعتها. ممكن يبعته على رقم واتساب دكتوره مريم اللي عندك، وهي تديهم لي وانا اجاوب لك عليهم على طول. طيب تمام ماشي. طيب تمام. بعد السؤال ده، بعد السؤال ده بقى ده قلت للاستاذ ولا الباشمهندس اتفضل، هنقول له لا ازاي يعني. صح. باشمهندس وليد اتفضل. باشمهندس وليد الو اتفضل يا فندم.
الو. ايوه سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا هلا بك. وليد زجالي من سلطنه عمان. يا هلا ومرحبا، اهلا وسهلا. دكتور سؤالي، اول شيء اشكرك على المحاضره الشيقه، خليتنا كاننا نحن امامك جالسين في محاضره في الجامعه. ربنا يبارك فيك يا سيدي، ربنا يبارك فيك. سؤالي حول تاريخ صدور الحكم وتحديد الموعد. نعم. انت في محاضرتك قلت اذا فات يوم وصدر الحكم كانه كعدمه. نعم. واذا صدر قبل فتره بتحديد الموعد، حددنا موعد في 1/1 لكن صدرنا في تاريخ 24/1، فهنا اختلاف التاريخ بعد يعتبر عدم. قبل كيف يكون هذا الحكم؟ قبل لا شيء، قبل من حق الهيئة أن تعجل إصدار الحكم. هل تحدد اختاره؟ تعجل. يعني احنا قلنا الهيئة حددت 1/1/21 لإصدار الحكم. أيوة. ثم لأنه أحد الأعضاء يعني مرفه وينبغي أن يذهب إلى لندن في الكريسماس، قال أنا أيوة. لا أستطيع أن أبقى معاكم إلى 1/1، أنتم خليكم وأنا ماشي يوم 23 لأنه أكون 24 في لندن، يلحق السوق أيوة. قبل ما يقفل. فقررت الهيئة مراعاة لخاطر هذا المرفه أن تصدر حكمها يوم 22 ديسمبر، هذا أيوة. لا شيء فيه. نعم. التبكير يعني ناخذ يا اخ وليد القاعده كذلك، التبكير لا شيء فيه، التاخير يجعل الحكم منعدما. اي نعم. السؤال الثاني دكتور. نعم. حول ارفاق الراي لاحد الاطراف، احد المخالف، الراي المخالف، المخالف، فهل هذا الراي المخالف يبطل الحكم اذا راح عمل البطلان، محكمة البطلان، هل يأخذ من هذا الرأي ولا كيف؟ يجوز أن يأخذ منه ما يوافق القانون ويرتب بطلان الحكم، ولذلك قلت أنه من مصلحة الطرف الذي يرفع دعوى البطلان أن ينظر جيدا في الرأي المخالف، لأن هذا الرأي قد يفيده في دعواه، لكن نعم. محكمة البطلان غير ملزمة به، قد تأخذ منه وقد لا تأخذ منه. يعني هذا رأي اختلاف، يعني اختلاف في الرأي يعني. هذا اختلاف في الرأي بين المحكمين، والعبرة طبعا برأي الأغلبية، ولكن احنا عندنا في القضاء يختلف اذا كان احد القضاة يختلف في الراي بينهم. فهني في التحكيم ذكر، لكن في احكام ما تذكر في هذا الامر، انه احكام القضاء القاضي الاحدث يجب ان ينضم الى القضاة الاقدم منه، والفريق الاقل عددا في الدائرة الخماسية او السباعية، الفريق الاقل عددا ينضم. نعم. يفرض انه 4 في رأي و3 في رأي، الثلاثة يجب أن ينضموا إلى 4، هذا في المحاكم، لكن في التحكيم لا، هذا غير موجود. السؤال الأخير، ما علي نتعبك دكتور. تفضل. حول المصروفات، المصروفات أحد منهم يعني لم يوافق، أول بداية وافق ثم لما صدر الحكم لصالحه لم يوافق بدفع تكاليف أو أتعاب المحكم، إنما يرميها على الخاسر، فهني نعم. كيف يكون في هذا الأمر؟ هل نرفع، هل لأن إذا رحنا عن طريق القضاء العادي تأخذ منحة فترة أخرى في هذا الأمر؟ نعم، هو ليس هناك سبيل لإلزامه بسداد المصروفات التي حكم بها إلا عن طريق القضاء، لأنه هيئة التحكيم بينتهي حقها في إصدار الأحكام أو مناقشة الدعوة، اسمها عندنا قاعدة اسمها استنفاد من نفدة، استنفاد سلطة المحكمين، فبعد صدور الحكم تكون قد استنفدت سلطتها ولا شأن لها بأطراف النزاع، من كان عنده شيء يروح المحكمة العادية. دكتور ما عليه، في يعني هنا بتكون في عرقلة التنفيذ بين الأطراف. طبعا بيكون في عرقلة التنفيذ ويكون في لدد في الخصومة غير مطلوب، لكن هذا هو حال الناس، ماذا نفعل؟ شكرا لك دكتور على شكرا هذه. جزيلا، وأتمنى لك كل التوفيق والصحة وطولة العمر. بارك الله فيكم يا سيدي، شكرا لك، الله يكرمك. أستاذة مريم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور على المحاضرة الشيقة. الله يكرمك. وتحياتي للبشمهندس ماجد وللأخ محمد وللجميع. شكرا لكم، شكرا. الله يكرمك. شكرا.
مريم شكرا لك على توصيلنا بهالمعلومات. على الروح على الروح بشمهندس وليد. تسلم تسلم لنا اليوم فيديو ما شغال. وكروسان طيبين العيد بإذن الله هنزل لكم الموعد على البورتل ونبعته لكم على الإيميل. شكرا جزيلا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا لكم. شكرا كل سنة وأنتم طيبين. معلم مهندس ماجد كل عام وأنتم بخير والجميع الستاف اللي موجودين معك. ولو عام وانتم بخير.